بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامجكم الأهلي في كل مكان. الأهلي في كل مكان. النهاردة معنا كواليس كتير ومعنا أخبار مهمة جدا، لكن هتكون حلقة مميزة يعني ومهمة جدا، لأن الحلقة دي معنا فيها ضيف مهم جدا. الأهلي في كل مكان، الأهلي بتاريخه، الأهلي بعظمته، الأهلي بنجومه، الأهلي ببطولاته، الأهلي بشعاره. شعار الأهلي بالنسبة لي هو كل نجوم النادي الأهلي ورموزه اللي ظاهرين في الخلفية. كل واحد بيشجع النادي الأهلي بيشوف شعار النادي الأهلي ولوجو النادي الأهلي ونسر النادي الأهلي وهو طاير في الجو وهو محلق في بطولات، في بطولة مفيش واحد ما ينساهاش، في نجم لازم يكون فيه ذكرى موجودة معاه، في شكل بتشوفه في اللوجو. الشكل اللي موجود معانا النهاردة هو نجمنا الكبير الكابتن طه الطوخي، احد رموز النادي الاهلي وعظماء النادي الاهلي، اللي هيكون معانا في اول فقره حواريه النهارده علشان نتكلم في مشوار مهم جدا، مشوار من البدايه للتكريم، مشوار من البطولات، مشوار من العطاء مع نجم كبير جدا، وهتتفاجئوا بكلام مهم وكواليس من التاريخ هتسمعوها لأول مرة في الأهلي في كل مكان. فقرتنا التانية هنتكلم عن الأهلي. الأهلي أو فريق الكرة تحديدا، يمكن النهاردة الفرقة سافرت إلى الإمارات في لقاء مهم يوم الثلاث مع الفجيرة الإماراتي، والفجيرة الإماراتي بمناسبة 50 عام على إنشائه، احتفالية كبيرة هنتكلم عليها. أما الجزء الأخير من الأهلي في كل مكان هنتكلم عن التحديث والتطوير في فروع النادي الأهلي والمفاجآت، كل ده في الأهلي في كل مكان. طبعا بنقول الحمد لله على السلامة، على سلامة البعثة اللي موجودة في الإمارات. وسريعا كده معانا أول تقريرنا، نشوف أول تقرير ونرجع نتواصل. بقول لك سفرية موفقة إن شاء الله مع فريق النادي الأهلي. البعض بيراها ممكن مباراة ودية أمام فريق الفجيرة احتفالا باليوبيل الذهبي، لكن أنتوا كلاعبين وكفريق النادي الأهلي أنا عارف بتحسبوها ليكوا حسابات مختلفة تماما، وجمهور الأهلي مستنيكوا، فالمباراة رغم إنها ودية لكن بتاخدوها بشكل رسمي. ربنا يخليك يا محمد. طبعا يمكن في البدايه طبعا هو ماتش طبعا ودي، بس انت عارف النادي الاهلي على طول بيبقى بيحاول ياخد كل الماتشات بالمكسب على طول، وان شاء الله تبقى فرصه كويسه الناس كلها تبقى تلعب، وانت عارف ان شعبيه النادي الاهلي كمان بره مصر كبيره جدا، فلما بتروح حاجه زي ديت بتبقى المصريين بيبقوا مستنيين يشوفوا النادي الاهلي ويشوفوا لعيبه النادي الاهلي، فدي حاجه بتسعدنا وبتبسطنا، وتبقى برضه مسؤوليه عليك ان انت على قد ما تقدر عايز تفرح الناس الموجوده دي، وفي نفس الوقت هو تمرين كويس بالنسبه لنا لينا الناس كلها تقدر تشارك فيه، وتبقى ان شاء الله جاهزه باذن الله لماتشات الدوري. اكيد طبعا هي قيمه النادي الاهلي دي ما حدش يقدر ينكرها، يعني حاجه كبيره وحاجه اي حد بيتشرف بيها. النادي الاهلي طول عمره نادي كبير ونادي يعني عظيم زي ما بيقولوا، فان انت بتكرم او بتطلب ده طبيعي، يعني طبيعي بمكانتك وبطولاتك وبتاريخك، فالحمد لله الحمد لله ان احنا موجودين جزء من الكيان دوت، فدي حاجه شرف كبير لينا كلنا يعني. هو طبعا يعني الحمد لله بحمد ربنا ان ربنا كرمنا بطوله الدوري السنه دي، وبعد رجوعي الحمد لله، فدي بالنسبه انا شخصيا يعني حاجه بسطاني جدا 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 ان اول لما رجعت الحمد لله حققنا بطوله الدوري، وزي ما انت بتقول عندنا ارقام فيها كويسه جدا، ولسه بقى لنا ماتشات نقدر ان شاء الله نحقق فيها ارقام اكتر واكتر. ببارك لزمايلي كلهم، وببارك للجهاز الفني والطبي والاداري والعمال، وببارك لجمهور النادي الاهلي طبعا ان هم طبعا على طول في ظهرنا وورانا وبيساندونا، وكل الناس اللي بتشجع النادي بتحب النادي. الناس كلها تعبت السنه دي وعملت اللي عليها واشتغلت واجتهدت، وكل الناس كانت بتخلص للمكان اذا كان اللي بيلعب او مش بيلعب او موجود او مش موجود، اللعيبه كلها بذلت جهد كبير جدا من اول السنه،
فبطولة مهمة الحمد لله وليها طعم كمان حلو الحمد لله. كل واحد تبقى على حسب شخصيته وعلى حسب طباعه وعلى حسب هو وبيحب يبقى يعني الناس شايفاه ازاي. فانا الموضوع دوت ما يعني ببقى يعني هادي وراسي فيه شويه، ما بحبش هو يعني هو ربنا ليه حكمه في كل حاجه طبعا، وهو اللي بيقدر لنا كل حاجه. فلو مقدر لهشام ان انا الناس تعرفني والناس تبقى بتحبني وبتتابعني وبتشوفني هو ربنا هيريد، لكن انا ما اصطنعش ان انا انزل صوري في كل حته وكل حاجه انزل اتكلم واطلع في القناه دي والقناه دي والقناه اقعد. يعني هي بتبقى طباع شخصيه شويه كل واحد وحسب شخصيته. فانا في الحته دي ببقى يعني هادي شويه ومتاني فيها وكله زي ما بقول لك كله باراده ربنا. ربنا لو عايزك هتبقى احسن واحد هيبقى تبقى احسن واحد، لو عايز تشير في وقت معين هيديك الشهره دي في وقت معين. بص الحمد لله الحمد لله طبعا على كل حاجه، وانا دايما بحمد ربنا لان انا مريت بحاجات اصعب من كده بكتير جدا الحمد لله. بس يعني السنه دي يمكن مش موفق شويه، بس الحمد لله اللي مخليني راضي ومبسوط ان انا يعني بعمل اللي عليا في كل وقت وبتمرن كويس جدا وبشتغل على نفسي بره كويس جدا لو في حاجه يعني ناقصاني. بس هي ظروفي ان انا اتعورت مرتين في وقت اعتقد هو وقت وحش بالنسبه لي جدا. كنت يعني بدايه من نجم انا كنت خلاص قربت ابقى موجود، لعبت شويه في الترجي يعني ظهرت بشكل كويس جدا، كان ماتش من اصعب الماتشات وماتش صعود وفي تونس جمهور كبير وفرقه كبيره زي الترجي وتبان بالشكل دوت في وقت قليل. فالحمد لله كانت خطوه كويسه بالنسبه لي. بعديها حظي كان وحش في ماتش النجم لان انا اتصبت في اول دقيقه في اول 46 ثانيه ايديا اتكسرت ولعبت الشوط دوت وانا ايديا مكسوره ويعني اتحملت على نفسي شويه عشان مصلحه الفرقه، لكن ما قدرتش اكمل. قعدت حوالي شهر في ايديا، وبعد كده لما رجعت بدات ادخل واحده واحده وما بدات اوصل لفورمه كويسه. ماتش الاسماعيلي برده شاركت فيه وبرده اتعورت فيه، يعني اول ماتش كنت اشارك فيه واتعورت فيه برده، كان محمد فتحي دخل عليا دخله يعني صعبه جدا. بس الحمد لله ان ربنا برده يعني سترها معايا. يمكن اتاخرت شويه، خدت برده حوالي شهر او شهر ونص في انكر رجليا، وبعديها رجعت والحمد لله بدات ارجع لمستواي شويه ولما لعبت الحمد لله كنت كويس. يعني الماتشات كلها اللي لعبت ظهرت بشكل كويس والماتشات كنت في فورمه كويسه وكان ادائي كويس. وجهه نظر كابتن حسام دي طبعا انا بحترمها جدا وما اقدرش اتدخل فيها. وقت ما بيطلب مني العب بلعب، وقت ما بيطلب مني ادي بادي او بعمل اللي عليا. فاكتر من كده انا اللي بيطلب مني بعمله، لكن الحاجه اللي في ايدي او الحاجه اللي انا بقى قادر اعملها ان انا بتمرن كويس. دي الحمد لله مخلياني انا مبسوط ومرتاح والحمد لله مش مقصر فيها. زي ما بقول لك يا محمد بعمل اقصى حاجه عندي وبحاول اطور من نفسي وبحاول اشتغل على نفسي اكتر، ولما الفرصه تجيلي بقى جاهز ليها. يعني هشام محمد واحد من نجوم وابناء النادي الاهلي. عايز اولا اشكر زميلي محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي على الشغل المحترم اللي هو عامله وبيعمله دايما مع الفريق، لكن هشام محمد لازم اقف عنده شويه. طبعا لو ركزتوا في تصريحات كابتن هشام محمد كلامه مهم جدا في الصبر، في الصبر. هشام محمد اللي متابعه من وهو ناشئ في النادي الاهلي وبتساعد حصله ظروف صعبه جدا، ظروف صعبه جدا ما تخليش اي لاعب يقدر يقف على رجليه. هو وقف على رجليه وكمل وتالق واثبت وجوده وعاد مره اخرى للنادي الاهلي، وشاف ان الحظ لسه ما عنده او التوفيق لسه ما عنده، لكن هو عنده اكتر في قناعه كبيره من الجهاز الفني بامكانيات هشام محمد انه لعيب مميز جدا، وان شاء الله الفتره الجايه يتالق ويؤكد انه لعيب مميز جدا، وهو شايف ان عنده الافضل. لكن هو عنده صبر جميل وعنده روح رائعه، وبقول ربنا ما اردش، وان شاء الله كل واحد بياخد حقه، وانا راضي باللي انا فيه وانا مبسوط باللي انا فيه. كلام مهم جدا من نجم من نجوم النادي الاهلي. بسلامه الله وصلت بعثه النادي الاهلي مساء اليوم الى الامارات للمشاركه في المباراه. طبعا دي الكواليس شايفينها قدامنا للمشاركه في المباراه الوديه اللي هتكون مع فريق الفجيره الاماراتي، وهتكون يوم الثلاثاء ان شاء الله الساعه 4
التلت، وطبعا برئاسه الاستاذ خالد درندلي امين الصندوق. ضمت البعثه 15 لاعبا هم حسام غالي ومحمد نجيب وصابر رحيل وباسم علي ومحمد هاني وعمرو السوليه وميدو جابر واحمد حمودي وعلي لطفي وهشام محمد واسلام محارب ورمضان مصطفى ومحمد شريف وكريم يحيى ومحمود الجزار. ودايما انتم عارفين الاهلي بمن حضر. اكيد في تفاصيل كتير وفي اخبار كتير، لكن خلينا نروح لمقر اقامه النادي الاهلي وزميلنا محمد سعيد وحوار مهم جدا مع الكابتن احمد ايوب. شكرا ليك زميلي هاب الخطيب، اهلا بيك واهلا بمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان عبر برنامج الاهلي في كل مكان هنا طبعا في اماره الفجيره بالامارات عقب وصول فريق النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي بعد اول تدريب على استاد نادي الفجيره في اليوم الاول لوصول بعثه فريق النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه الوديه الهامه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي في الوطن العربي الكبير، احتفالا وتقديرا لنادي الفجيره بمناسبه اليوبيل الذهبي ومرور 50 عام على انشاء هذا النادي العريق. للتفاصيل أكثر عن بعثة فريق النادي الأهلي زميلي إيهاب ومعرفة كل ما يدور في بعثة فريق النادي الأهلي واللاعبين المستعدين لهذه المباراة، يسعدني أن يكون معي الكابتن أحمد أيوب المدرب العام لفريق النادي الأهلي. كابتن أيوب برحب بيك وزميلي إيهاب الخطيب بيرحب بيك على الهواء مباشرة ونطمن منك على البعثة وحمد لله على السلامة أولا. تحياتي ليك يا محمد طبعا وتحياتي لإيهاب، منور دايما قناة الأهلي وانتوا مش عايزين تضيعوا وقت، يعني احنا جينا واتمرنا ومستلمنا، يعني مفيش وقت بيضيع، عايزين كل حاجه على طول سخنه. الجمهور الاهلي طبعا، لا ده على راسنا طبعا، يعني النادي الاهلي وجمهور الاهلي وقناه الاهلي طبعا، يعني بيتنا يعني. ربنا يخليك كابتن احمد. طيب نطمن منك بقى عن البعثه والاستعداد والجهاز الفني، كيف كان يفكر في هذه المباراه واستعد لها والوصول الى اماره الفجيره؟ طبعا يمكن في البدايه طبعا يعني خلينا نرحب يعني بنشكر الاخوه في الامارات يعني على الاستقبال والحفاوه، وخلينا نقول ان احنا دايما لما بنيجي الامارات بنحس ان احنا فعلا في بلدنا وفعلا في بيتنا، الناس بيقابلونا احسن استقبال، بيحبوا المصريين بشكل كبير جدا، فبنشكرهم طبعا من خلالكم على الاستقبال الرائع اللي دايما كل مره الاستقبال بيبقى احسن من اللي قبليه. طبعا احنا المره دي في اماره الفجيره بنشارك نادي الفجيره يعني احتفاله بمرور 50 سنه على تاسيسه، يا رب تكون احتفاليه يعني الناس اللي تتفرج تنبسط وتمر بسلام وكل الناس تكون مبسوطة. طبعا احنا بالنسبة لنا احنا مشاركة في احتفالية كبيرة في دولة كبيرة ودولة صديقة، في نفس الوقت عندنا لعيبة محتاجة على الناحية الفنية محتاجة تجهز محتاجة تشارك بشكل كويس، كلها امور مفيده جدا بالنسبه لنا الفتره يعني دي بعد توقف طبعا الدوري وبعد المباراه الاخيره في افريقيا، كونك يعني يبقى عندك مباراه وبرده في تكريم وبالحجم ده وكل الناس بتشوفها اكيد هي مباراه مهمه طبعا، ومهم ان اللي يشارك فيها يجهز بشكل كويس طبعا، ده بالنسبه لنا احنا كجهاز فني يعني. طيب اولا انك تلعب مباراه وديه في هذا التوقيت، الجهاز الفني فكر فيها ازاي في ظل انت عندك مجموعه من اللاعبين تقدر تقول فريق بالكامل في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، بالاضافه لده اربع محترفين منضمين لمنتخبات بلادهم في الاجنده الدوليه. زي ما انت قلت يمكن عندنا عدد من اللعيبه في المنتخب الاول وعندنا في المنتخب الاولمبي وعندنا كمان في منتخب الشباب، عندنا اللعيبه المحترفين سواء علي واوجاي وازار وباكا كل واحد في منتخبه، ولكن عندنا مجموعه من اللعيبه موجوده ولاعيبه نجوم ولاعيبه كبار، وكمان عندنا برضو كم ولد من الناشئين. لا عندنا قوام فرقه ممكن تشارك وان شاء الله يعني نعمل مباراه كويسه ويظهروا بمستوى كويس ويجهزوا نفسهم بشكل كويس للفتره الجايه. انت عارف الحمد لله احنا يعني خلاص حسمنا بطوله الدوري، يهمنا جدا الناس اللي ما كانتش بتشارك في صفه اساسيه تجهز الفتره الجايه وتكون موجوده وتكون بتشارك، لان لسه عندنا هنكمل في افريقيا ان شاء الله، عندنا كاس مصر يهمنا جدا احراز لقبه السنه دي زي يعني ما عملنا السنه اللي فاتت، بطوله دوري بطوله كاس ان شاء الله نكررها تاني السنه دي، فمحتاجين كل اللعيبه طبعا، فدي فرصه للناس وفرصه للعيبه انها تجهز بشكل كويس طبعا. يعني اللعيبه اللي هتكون معاك في مباراه النهارده في منهم كتير اكيد هيكمل معاك حتى الجزء الاخير مباراه الدوري بعد حسم بطوله الدوري، يعني اكيد يمكن بس يعني مش يعني خلينا ما نسبقش الاحداث، يعني خلينا بس ناخدها واحده واحده كده. احنا زي ما اتفقنا عندنا مجموعه من اللعيبه في المنتخبات ولاعيبه محترفين في منتخباتهم، اللعيبه دي كانت بتشارك الفتره الاخيره معانا، المجموعه اللي موجوده معانا كان في بعض منها بيشارك كان في بعض منها ما بيشاركش، اكيد اللي ما كانش بيشارك فرصه
زي كده مباراه يجهز فيها بشكل كويس، بعد كده لما ترجع للمباراه الرسميه اكيد بعد ما حسمت لقب الدوري اكيد هتحاول تجهز اكتر اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك وتوصل تاني وترجع تاني للكاس مصر وترجع تاني لافريقيا بافضل عناصر جاهزه، لان احنا عندنا افضل لعيبه في مصر واحسن عناصر في مصر، ولكن جاهزيه مهمه جدا، جاهزيه بتيجي من خلال المباريات دي. وانت جاهز لما يكون عندك اللعيبه جاهزه بشكل كويس وعندك عدد من اللعيبه جاهز بشكل كويس، ده بيديك اريحيه انك تقدر تحط تختار المناسب لكل مباراه، وده الحمد لله اللي حصل معانا الفتره الاخيره، عندنا عدد من اللعيبه جاهز بشكل كويس، كابتن حسام يقدر يختار اللعيبه المناسبه لكل مباراه وحسب المباراه احنا هنلعبها ازاي وباي طريقه ومين المناسب دلوقتي ومين اللي محتاج يريح، فده اكيد ريحنا الفتره اللي فاتت، واختيارات كابتن حسام اكيد كانت يعني اكيد صحيحه بنسبه كبيره جدا جدا جدا، بدليل اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي الحمد لله. طيب ارجع تاني لمباراه الفجيره كابتن ايوب، فكره انها مباراه وديه البعض بياخدها ان هي مباراه احتفاليه، لكن الجهاز الفني بيحسبها بالنسبه له مباراه ما فيهاش هزار برضه لازم بتستفيد بيها. خلينا نقول ان النادي الاهلي بيلعب مباراه رسميه، بيلعب مباراه وديه، هو النادي الاهلي. النادي الاهلي في اي حته ليه جماهيره، وجماهيره في الوطن العربي يمكن زي مصر ومش عاوز اقول اكتر، ولكن انت بتروح احنا يمكن اخر مباراه في السعوديه من 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 فتره قريبه يعني الاستاد كان مليان، يعني يمكن اكتر من مباريات كتير بنلعبها في مصر العدد اللي كان موجود في الجماهير في السعوديه، فانا بقول لك القاعده الجماهيريه للنادي الاهلي كبيره جدا جدا في الدول العربيه، جماهير جميل النادي الاهلي دايما طماعه 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 من يعني من كتر حبها النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي عاوزاه يكسب مباراه وديه ومباراه رسميه، عاوزاه يكسب كل البطولات وده حقهم، وده ضريبه العمل طبعا اكيد في النادي الاهلي، هي بالنسبه لنا احتفاليه ومباراه وديه، ولكن في النهايه احنا عاوزين نكسب برده عشان جماهيرنا محتاجه النادي الاهلي دايما يكسب ودايما متصدر ودايما شكله كويس، ده اللي احنا بنسعى يعني ليه دايما. يعني فرصة انت معايا، يمكن احنا ما احتفلناش معاك او حتى ما حسيناش بفرحة الدوري، ان دايما بتخلص من مباراة بتحتفل ببطولة تاني يوم عندك بطولة تانية. النجمة الرابعة بالنسبة لك كابتن يوب بتمثل لك ايه؟ بطولة الدوري ومواجهات صعبة، الناس ممكن تشوف فارق النقاط كبير وارقام قياسية للفريق هذا الموسم، لكن لا البطولة انتوا اشتغلتوا عليها بشكل كويس جدا. اكيد يعني احنا تعبنا من بداية المسابقة وناخدها كده واحده واحده، يعني احنا كنا شغالين في افريقيا والدوري في وقت واحد، وبعدين كملنا لاخر محطه في افريقيا وتعبنا جدا جدا لحد ما وصلنا للمحطه الاخيره، لعبنا الترجي دور الثمانيه، لعبنا النجم قبل النهائي، بعد كده جه حظنا في الوداد، ما كناش محظوظين ابدا في المباراه النهائيه، لو كان عندنا شويه حظ كان ممكن نكسب البطوله، ولكن هو هي يعني هي دي الرياضه، انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك وبتسيب النتيجه عند ربنا، يعني ما بس تكون مؤمن انك بتعمل اللي عليك وعندك قناعه تامه انك بتجتهد. بعد كده النتيجه بتاعت ربنا، يمكن وصلنا لاخر محطه واتاجل لنا مباراه في الدوري، يمكن لما بدانا الدوري كان الاسماعيلي يعني سابق ب 10 نقط واحنا عندنا مباريات كتير، ده اكيد ضغط عليك، لكن استعدادنا كان كويس وجاهزيه اللعيبه كانت كويسه، حطينا اهداف مرحليه، يعني كابتن حسام ده كان بيتكلم معانا على الاهداف المرحليه لكل مرحله احنا عاوزين ايه من المرحله دي، الحمد لله كنا بنحقق اهدافنا واحده واحده، ما كناش بنستعجل لحد ما تصدرنا المسابقه وحافظنا على التصدر. يمكن في ناس بتقول لك ان النادي الاهلي يعني خد الدوري لان الفرق بتساعده، فما فيش فرق، لا يعني انا ضد الكلام ده تماما، النادي الاهلي كسب الدوري لان هو اللي كان بيساعد نفسه، ما حدش كان بيساعده، النادي الاهلي بيكسب كل ماتشاته، طب انتوا عاوزين مين فرقه بتكسب ماتشاتها يعني كل ماتشاتها يعني نكسب للفرقه الثانيه، يعني النادي الاهلي احق بالفوز بالمسابقه، فرق النقاط كبير جدا ولكن هو يستاهل نتيجه اداؤه السنه دي، النادي الاهلي يعني بيكسب الحمد لله كل ماتشات، يعني احنا مغلوبين ماتش متعادلين ثلاثه كسبانين كل الماتشات، يعني اكيد ارقام يعني كبيره وجيده وحلوه كمان للنادي الاهلي ولتاريخنا احنا كمان كمدربين وكمان المجموعه الشغاله. وخليني اقول لك، طب شوف الدوريات الكبيره دلوقتي في اوروبا كلها، شوف برشلونه فارق قد ايه، بايرن ميونخ فارق قد ايه، الدوري الايطالي لا يعني يمكن شويه، ولكن الدوري الانجليزي شوف مانشستر سيتي فارق 18 نقطه، يعني طب ايه يعني ما حدش بيتكلم ليه؟ فرق النادي الاهلي ماشي بشكل كويس وبيساعد نفسه، كون ان فرق بقى بتتعطل، فرق في يمكن فرق في المستوى بين النادي الاهلي وفرق في الاداء بين النادي الاهلي وبين بقيه الفرق، ده يكون ده المصلحه، يعني ده يتحسب للنادي الاهلي مش الفرقه بتساعد النادي الاهلي، لا النادي الاهلي اعتقد هو في مكانه مختلفه وهو محافظ عليها وهو بيساعد نفسه يعني. طيب مرحله اخرى اسالك عليها برضو، بطوله افريقيا
والاجنده دايما مستمره. يعني انت وانت بتختم في الدوري والكاس عندك مباراتين في افريقيا، ترجي الاول هنا في القاهره ان شاء الله يوم 4/5/6، وبعد كده كامبالا سيتي في اوغندا قبل رمضان بيوم، ودي نقطه مهمه عايز اسالك برضه عليها. يعني كويس ان هو قبل رمضان بيوم، يعني كويس. يعني طبعا ما يعني زي ما انت قلت من شويه ان احنا ما بنلحقش نفرح بمكسب او بطوله، ودي ضريبة، ان هكرر اقول دي ضريبة العمل في النادي الاهلي. دايما الجماهير طماعة من حبها في النادي الاهلي، واحنا برضو كجاهزة وكلعيبة طماعين انك دايما تحقق سكور، تحقق بطولات للنادي الاهلي، لان يعني شرف لاي واحد شغال في النادي الاهلي انه يكون ضمن منظومة ناجحة، ضمن منظومة وتحقق بطولات. انه انا على المستوى الشخصي بكون سعيد وفرحان اني 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 بعد وقت من الزمن اكون انا احمد ايوب جزء من تاريخ النادي الاهلي او تاريخ بطولات النادي الاهلي. يعني كم بطوله النادي الاهلي حققها في افريقيا او دوري او كاس، انا حققت كم بطوله. دي حاجه على المستوى الشخصي بتسعدني جدا جدا. الكيان العظيم، الكيان الكبير، الكيان الجميل لملايين الشعب المصري بتحبه، انا اكون جزء من تاريخه، فدي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا 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 وشرف كبير جدا جدا جدا. وعلى قد ما اقدر بحاول يعني اساعد كابتن حسام واساعد زمايلي ان احنا نحقق بطولات. هي مرحله، هي مرحله وهتخلص، وهيجي ناس بعدين تشتغل وتحقق بطولات وتحقق بطولات وتحقق اكتر ونشجعهم. هي سنه الحياه كده، فلكن الواحد لازم يبقى مؤمن انه يشتغل لاقصى درجه طول ما هو موجود في 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 المكان اللي هو شغال فيه. يمكن بنقفل دايما صفحة اي انتصار وبنفتح صفحة تانية عشان نخش في بطولة تانية. زي ما انت قلت قفلنا صفحة الدوري، بس لسه نستكمله وعندنا هنكمل ندخل في معركة افريقيا. يمكن اول مباراة صعبة بالنسبة لنا اكيد الترجي، دايما الشعب المصري وكل جماهير النادي الاهلي عارفة مباراة الاهلي والترجي بتكون عاملة ازاي. اول مباراة، ولكن يمكن المباراة التانية هتكون خارج ملعبنا في اوغندا، ويمكن برضو من حظنا كويس انها هتكون قبل رمضان بيوم. يعني يعني لو كان في رمضان دايما احنا يعني بطولة افريقيا دايما بتصادف ان احنا بنلعب في رمضان بره، بتبقى اكيد مباراة صعبة لان الفرق بتتعمد تلعبك في النهار وانت صايم ورطوبة وحر، هم عارفين ان انت اللعيبة كلها بتصوم فبيجهدك وبيبلود عليك. فالحمد لله انها يمكن قبل رمضان بيوم نقدر نلعب يعني في الاجواء اللي مريحه شويه، ونكمل ان شاء الله البطوله. نفسنا يعني نفسنا ندخلها بقى السنه دي للنادي الاهلي، بقى لها 5 سنين ما دخلتش النادي، نفسنا نروح كاس العالم تاني. ويمكن انا بقول لك السنه دي يعني يمكن انا متفائل ان احنا نكسب البطوله. دايما بروح اليابان، والسنه دي البطوله هتعمل في اليابان. يمكن برضو من السنه اللي فاتت فريق الوداد كسب البطولة، وكان أول دور 32 لعب مونانا وإحنا لعبنا مونانا. يعني يمكن يعني مؤشرات إن شاء الله، ولكن هي 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 هتفضل مؤشرات. الدور بتاعك إنك تعمله وتخلص فيه عشان ربنا يوفقك. المجموعة الأفريقية متوازنة بالمقابل المجموعات الأخرى، خاصة المجموعة الثانية الكل أطلق عليها مجموعة الموت، ودي المجموعة اللي ممكن كمان يبقى فيه صدام بإذن الله بعد التأهل للدور القادم. دايماً يعني ما تيجي تحلل الفرق كده، وأنت ساعات بتقول من خلال الاسامي في المجموعه دي جامده، المجموعه دي مش جامده. بعد كده لما الماتشات تبدا بتقدر بتبدا تغير في اوقات كتير افكارك، لان افريقيا فيها متغيرات كتير. كل سنه في فرق بتبقى كبيره مستواها بيقل، في فرق صغيره ما تعرفهاش مستواها بيزيد وبتطلع لعيبه وبتعمل ريكورد يعني نتائج كويسه. المجموعات متزنه، ممكن نقول انها متزنه، ولكن لما تبدا الماتشات هنبدا نقول انهي مجموعه اصعب وانهي مجموعه اقوى، لان استعدادات الفرق واللعيبه اللي موجوده في الفرق لسه مش يعني لسه ما تقدرش تحددها دلوقتي يعني. ولكن هي الفكره كلها بغض النظر عن المجموعه، انت هدفك ايه من المرحله دي؟ هدفك ايه من البطوله السنه دي؟ ده اللي انت شغال عليه. مجموعه صعبه، مجموعه سهله، انت عاوز ايه وهتشتغل هتخطط له ازاي وتوصل له ازاي؟ ده الاهم يعني بالنسبه لنا يعني. عن ايه جزئيه اللاعبين محتاجه اطمن منك على حاله بعض اللعيبه؟ يمكن شريف اكرامي ووليد سليمان كان المفروض خلاص هيصطحبوا او هيروحوا مع الفريق لسفريه الامارات هنا في مباراه الفجيره، لكن في اخر لحظات تم طبعا استبعادهم. الاصابه بتاعتهم اخبارها ايه؟ ويا ضايع الحق المباريات القادمه بعد العوده ان شاء الله من الاجنده الدوليه، عندك مباراه طنطا، ايضا حسام غالي مع البعثة الحمد لله نطمئن على حالته، باسم علي موجود، صبر رحيل كمان موجود، ودي كانت العناصر كانت بعيده الفتره الاخيره بسبب الاصابه. كل العناصر اللي خارج المنتخبات الفتره الاخيره موجودين معانا وشغالين بشكل كويس. يمكن حسام بيتمرن بشكل كويس الفترة الأخيرة، وأنا لسه كنت بتكلم عنه شوية في التمرين ما شاء الله، يعني ربنا يحفظه ماشي بشكل كويس. صبري وباسم كل الناس البعيدة يعني الحمد لله بتمرن بشكل كويس ورجع بشكل كويس، وإحنا عاوزين نستفاد منهم. يعني كل لعيبة في النادي الأهلي لعيبة كبيرة وعاوزين نستفاد منهم، ولكن التوقيت مهم جدا، المشاركة مهم جدا، ودي بتاعت طبعا حاجة بتاعت الجهاز الفني. المهم اللعيب يبقى جاهز بشكل كويس. يمكن اكرامي عنده اصابه في عضله الحوض، ودي مطوله معاه شويه، المنطقه دي دايما
يعني عاوزه بعض الوقت وكان صعب يكون موجود معانا. العلاج بالنسبه له كان اهم في الفتره دي. وليد سليمان يمكن بعد المباراه الاخيره كان عنده دور برد شديد، والمفروض انه كان جاي معانا الامارات، ولكن يمكن يعني عنده ظروف، مش يعني ظروف يعني يمكن تكون قهريه شويه، يعني اسريه يمكن منعته انه يجي، ولكن طبعا يعني هي خير يعني، مش ولكن كان صعب جدا يكون متواجد معانا، وقد استاذن الكابتن حسام، ولكن بقيه اللعيبه موجودين معانا، وان شاء الله يعني كل العناصر الموجوده معانا تشارك، نعمل مباراه كويسه، ناكد يعني اسم النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي في دوله الامارات، زي ما دايما بنيجي وبنسيب بصمه كويسه وبصمه كبيره، نسيب كمان بصمه المره دي اكبر واجمل ان شاء الله. كابتن حسام البدري اعتقد خلال ساعات يعني بكره غدا باذن الله هيصل من كندا على الامارات على طول. ان شاء الله كابتن حسام يكون موجود بكره منورنا وموجود معنا في التمرين والمباراه، وانا دايما طبعا متواصل معاه طبعا يعني في كل كبيره وصغيره طبعا يعني. كيف ترى المواجهه امام مارادونا؟ يمكن الحديث هنا زميلي ايهاب، واحنا في الامارات وفي الفجيره الكل بيتكلم عن المواجهه بين الاهلي وبين ديجو ارماندو مارادونا. هي احتفاليه ما بين النادي الاهلي بحجمه واسمه وتاريخه ونجومه، وطبعا ومارادونا باسمه وحجمه وتاريخه ونجوميته، وفي دوله زي دوله الامارات دايما تحتضن احداث يعني كبيره، وفي نادي زي نادي الفجيره، فهي كلها احداث ان شاء الله تكون حلوه. اكيد الناس مستنيه تشوف مارادونا زي ما احنا كنا زمان بنتفرج عليه وبنحب نستمتع بيه وبلعبه، لانه طبعا هيظل نجم كبير وهيظل علامه من علامات كره القدم العالميه. برضو النادي الاهلي الناس عاوزه تشوفه وعاوزه تفرح بيه وتفرح بنجومه. انا بقول لك الواحد بيبقى سعيد لما بيزور اي دوله عربيه ويشوف الحب الكبير والشعبيه الكبيره طبعا النادي الاهلي، ويكون هو كمان جزء من المنظومه دي، يعني هذه حاجه كبيره طبعا يعني. اخر سؤال وانت معايا، ما ينفعش اختم معاك من غير ما اسالك على المنتخب الوطني، بقى فرصه الجمهور يعرف كل حاجه. ايهاب معايا على الهواء مباشره، لكن سؤال المنتخب الوطني كابتن ايوب، واحنا سعداء جدا كمان بالمستوى اللي ظهر بيه لعيبه الاهلي ولعيبه المنتخب، لكن محمد الشناوي تحديدا في مركز حراسه المرمى والاداء العالي اللي ظهر بيه في هذه المباراه. احنا خلينا نقول منتخب مصر، مش عاوزين نقول سين او صاد او لعيبه، لا احنا منتخب مصر لعب قدم مباراه كبيره، كلنا كنا فرحانين، كلنا كنا مبسوطين ان ده منتخب مصر اللي بيلعب البرتغال، ان ده منتخب مصر اللي كان كسبان للدقيقه 90، ان ده منتخب مصر اللي عنده الثقه الكبيره دي، اللي ده منتخب مصر اللي عنده الثقه في الاداء والاستحواذ ومفيش استعجال، ان ده منتخب مصر ان الواحد ان مفيش فرق بينه وبين منتخب البرتغال. اليوم ده كان في مباريات كتيره بتتلعب بين منتخبات كبيره وكتيره، لما تعيد المباريات ما تحسش ان منتخب مصر اقل من كل المنتخبات اللي كانت بتلعب، وده المكسب الكبير بالنسبه لنا، ان بقى عندنا ثقه كبيره في ادائنا، ان حته الاحتراف لما بقى في لعيبه كتيره محترفه، لما بقى في لعيبه كبيره احتكت بنجوم كبار في العالم، وبقى المسافه بينهم وبين لعيبتنا قريبه جدا جدا جدا، خلاص بقت دي ثقه موجوده عندنا في كل لعيبتنا. اللعيب عنده اريحيه وهو بيلعب، وده الواحد سعيد بيه وحاسه في الملعب، انت مفيش توتر، لعيبه بتبدا هجمه، لعيبه بتضغط من قدام، اللعيبه مفيش استعجال، في ثقه كبيره، الواحد كان مبسوط من كل ده، وان شاء الله يترجم اكتر واحسن في كاس العالم ان شاء الله. كابتن ايوب انا بشكرك على الهواء مباشره على هذا اللقاء، قدر الامكان حاولنا نقول اخبار كثيره، لكن من خلال تصريحات رسميه من الجهاز الفني من خلالك كمدرب عام للفريق. شكرا وسعيد بوجودي معاك، وتحياتي لايهاب وكل متابعي قناه النادي الاهلي طبعا يعني. شكرا لك. شكرا. زميلي ايهاب الخطيب وانا معاك على الهواء مباشره، يمكن حوار كان مهم جدا مع كابتن احمد ايوب، لكن في هذه اللحظات بينضم لي كابتن ميدو جابر نجم فريق النادي الاهلي. كابتن ميدو برحب بيك على الهواء مباشره، ومعايا على الهواء مباشره زميلي ايهاب الخطيب من القاهره. حبيبي اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ليا الشرف ان اكون موجود طبعا على قناه الاهلي مع كابتن ايهاب الخطيب. حبيبي انت عامل ايه وايه الاخبار حبيبي؟ عشان يكون شرف حبيبي. طيب مباراه الفجيره مباراه وديه، مارادونا بيقود الفريق هنا في الدوري الاماراتي، لكن عايز اعرف بقى يعني كلاعب في النادي الاهلي شايف هذه المناسبات المهمه جدا للنادي الاهلي، اقامه مباريات هامه في المنطقه الخليج العربي، وشفنا تجربه الاهلي لما سافر السعوديه وتجربه اخرى هناك في الامارات مع نادي الفجيره. طبيعي طبعا كابتن مارادونا، طبعا الماتش طبعا ماتش كبير جدا، والنادي الاهلي لو موجود طبعا في اي مكان تعرف بيبقى حدث مهم وبيبقى حدث كبير للمكان اللي موجود في النادي الاهلي، واحنا طبعا اتعلمنا ان احنا في اي مكان بنروح وبنلعب على المكسب ايا كان الماتش.
ماتش ايه، هو بطوله ماتش ودي اي حاجه، ماتش لازم نلعب على المكسب، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونظهر بشكل كويس عليك بالكره المصريه والكره الاماراتيه ان شاء الله، والحدث يبقى كبير ان شاء الله. عايز اعرف بتاخد الماتشات دي ازاي، هل احتفاليه وديه ولا بتحاول تلعب وتقضي بشكل جيد عشان تبقى استفاده للمباراه القادمه؟ انا زي ما قلت لحضرتك احنا بنلعب في النادي الاهلي، اي ماتش بنلعبه اذا كان ودي ماتش رسمي لا احنا بنادي وبنادي، لازم نادي بشكل كويس ونبذل اقصى جهد لينا عشان برضو نسعد جمهورنا والماتش يطلع يليق بالنادي الاهلي طبعا والنادي الفجيره طبعا ان شاء الله، والماتش يعني يظهر بشكل كويس باذن الله ونادي اللي علينا باذن الله ونرجع بالمكسب ان شاء الله يعني باذن الله. ميدو جابر على المستوى الشخصي راضي عن المشهد او الظهور ليك مع الاهلي في الموسم الاول رغم ان الحمد لله حققت اول بطوله دوري مع الفريق هذا الموسم كمان؟ لا الحمد لله انا الموسم اللي فات انا لعبت فتره كبيره في بعض الماتشات يعني انا برضو الانسان بيتعلم يعني انا ممكن الحمد لله كنت فترات كبيره كويس وفي فترات ما كان بيبقى في دروب او انا مثلا مش فايق، لكن الحياه خبرات، لازم تاخد خبرات، لازم تفهم ان انت في نادي كبير، لازم تفهم ان انت اي فرصه تجيلك لازم فيها، فالحمد لله السنه دي بدانا ان احنا ان شاء الله نركز باذن الله وان شاء الله الفرصه ان شاء الله تجيلي باذن الله مش هسيبها ان شاء الله باذن الله. يعني من اللعيبه اللي ممكن تكون سيئه الحظ لظروف ما بتحصل معاك في المباريات ولا شايف ان انت وقت مع الوقت الاخر بتكتسب مش هقول خبرات بس بتكتسب السيستم بتاع الاهلي وطريقه اداء الاهلي وجماهيريه الاهلي وكل الامور ديت؟ والله انا زي ما قلت لك والحمد لله السنه دي انا ما لعبتش كتير بس بحاول في فترات اني بلعب فيها ان انا اظهر بشكل كويس، ان انا الناس تشوف ميلو بشكل كويس طبعا، ان انا ارضي الجهاز الفني وارضي نفسي انا كادائي واشتغل مع التيم ان احنا لازم نظهر بشكل جماعي يليق بالنادي الاهلي، والحمد لله احنا الفتره اللي فاتت ماشيين كويس وان شاء الله نكمل باذن الله، وان شاء الله احنا خدنا بطوله الدوري الحمد لله حصدناها، ان شاء الله الهديه الكبيره كل جمهور الاهلي ان شاء الله بطوله افريقيا باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني باذن الله. وصعب المواجهه الاولى مع الترجي؟ طبعا الترجي طبعا فريق كبير وقابلناه الموسم اللي فات طبعا، والمباراتين كانوا مباراتين من اصعب ما يمكن بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب فيهم، لكن السنه دي الوضع اختلف ان انت بتقابل في المجموعات، السنه اللي فاتت قابلناهم في دور الثمانيه ان كان ماتش ان انت بيكسب خلاص الثاني بيبقى اوت، لكن السنه دي دوري مجموعات ففي ست ماتشات، فاحنا ان شاء الله كل ماتش بناخد ماتش كوس ان شاء الله، اول ماتش عندنا الترجي طبعا في مصر ان شاء الله باذن الله نحقق نتيجه ايجابيه باذن الله يعني. بشكرك يا ميدو وبتمنى لك التوفيق واللي جاي افضل وافضل باذن الله. حبيبي ربنا يخليك، شكرا حبيبي انك فعلا. زميلي ايهاب الخطيب واحنا على الهواء مباشره من داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي، يعني قدر الامكان ان لك الاحداث بالاخبار كل صوت وصوره هنا من اماره الفجيره استعدادا لهذه المباراه الهامه اللي تقرر اقامتها ان شاء الله بعد غد على ملعب نادي الفجيره في تمام الساعه 5:20 بتوقيت الامارات، 6:20 عصرا بتوقيت القاهره. اليك الكلمه ايهاب. اشكرك زميلي المتميز محمد سعيد، لقاءات متميزه جدا على الهواء مباشره من مقر اقامه النادي الاهلي في الفجيره في طبعا فندق الاقامه، سواء كابتن احمد ايوب اللي قال كلام مهم جدا ومحترم جدا واتكلم بشكل مهم عن المباراه، الاهلي بيلعب كل المباريات بشكل احترافي بشكل مميز حتى لو كانت مباراه وديه ليها اهداف فنيه، ان شاء الله الكابتن حسام البدري اللي هيكون موجود بكرة بعد أجازة قصيرة مع أسرته في كندا يكون موجود في الإمارات ويكون موجود مع الفريق، كمان كابتن ميدو جابر طبعا تحياتي، واحد من لعيبة المميزة جدا اللي بيأدي بشكل كويس، برضو كان عنده نوع كده من سوء التوفيق، ولكن الفترة الجاية إن شاء الله بنتمنى له كل التوفيق مع النادي الأهلي إنه ظهر بشكل كويس جدا، وكمان تصريحات الكابتن حسام البدري الأخيرة والمهمة بشأن ميدو جابر واللي بيقول إنه لعيب كويس جدا وإنه في الفترة الجاية هيكون موجود مع النادي الاهلي وهياخد دوره بالشكل الكبير في المجموعه الاساسيه. عندنا كواليس وعندنا اخبار مهمه جدا والاهلي في كل مكان في حواديت كثيره، لكن معانا بعد الفاصل هيكون نجم من نجوم النادي الاهلي الكبار، واحد من عظماء النادي الاهلي، صاحب تاريخ كبير جدا من الانجازات في النادي الاهلي، واحد المكرمين في احتفالية مجلس إدارة النادي الأهلي الأخيرة ضمن رموز وعظماء النادي الأهلي، الكابتن طه الطوخي اللي هيكون معايا بعد الفاصل، وبعد ما نشوف لقاء سريع مع الكابتن علي لطفي ينضم لي الكابتن الكبير الكابتن طه الطوخي. إلى إمارة الفجيرة في الإمارات، خلاص تقترب من الوصول بإذن الله إلى الفجيرة استعدادا لهذه المباراة الهامة بالتأكيد بالنسبة لنادي الفجيرة والنادي الأهلي احتفالا باليوبيل الذهبي، لكن معي في هذه اللحظات أحد حراس مرمى النادي الأهلي اللي ظهروا بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة وكان متواجد مع الفريق في التدريبات بشكل جيد، وكابتن طارق سليمان أشاد به في الكثير من المناسبات. كابتن علي لطفي،
احدث الوجوه المنضمه في شهر يناير الماضي، يمكن شهرين ثلاثه، لكن لا تحس ان انت موجود في الاهلي من سنوات، يعني عارف السيستم وعارف النظام. لكن في البدايه عايز اعرف تعليقك بقى بعد انضمامك للاهلي، وشايف المرحله الحاليه ازاي ليك مع الفريق؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا بحمد ربنا طبعا ان انا موجود من ضمن لعيبه النادي الاهلي، وده شرف كبير جدا طبعا لاي لاعب. طبعا اتمنى طبعا المرحله الجايه بمزيد من البطولات مع النادي الاهلي، والحمد لله حققنا بطوله الدوري، وان شاء الله ان شاء الله نقدر نستعيد تاني بطوله افريقيا، واحنا مستعدين ليها ان شاء الله بشكل جيد، ونفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. نقطه ايجابيه بالنسبه لك وانت داخل على فريق جديد بالنسبه لك انك تحقق معاه بطوله، يعني ده بيديك دفعه للفتره الجايه اكيد يعني. طبعا النادي الاهلي انت عارف النادي الاهلي على طول، احنا يعني انا جيت بقالي 3 شهور اتعلمت حاجه هنا، ان احنا ما فيش حاجه اسمها مركز تاني، احنا على طول بنلعب على البطوله، ودوت اللي انا طبعا كسبته مكسب كبير جدا طبعا في وجودي في النادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى طبعا ان احنا نقدر نحقق بطوله افريقيا، البطوله اللي النادي الاهلي بيبيس عليها من فتره، ان شاء الله لا ان شاء الله نقدر نحققها باذن الله. علي لطفي بيبص ازاي لمنظور الرقم، يعني 40 بطوله دوري النجمه الرابعه، احساسك كلاعب وانت داخل على فرقه 40 بطوله ودي النجمه الرابعه بالنسبه لك في بطوله محليه؟ طبعا احساس جميل طبعا، انت موجود في 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 نادي محقق البطولات دي، بطوله الدوري 40 مره، بطوله افريقيا 8 مرات، وان شاء الله التاسعه في الطريق، فطبعا احساس جميل جدا طبعا اللي انت النادي يشارك في كاس العالم للانديه في عده مرات، فلا طبعا احساس ان انت بتلعب في نادي كبير ونادي بطولات، ده احساس جميل طبعا. عايز اعرف بقى الهارموني والشغل مع الحراس زمايلك شريف والشناوي ومع كابتن طارق سليمان، يعني بتشتغلوا وبتفكروا في المراحل ازاي؟ وكمان الكابتن طارق دايما في اجتماعاته معاكم، يعني الثلاثه بصراحه انتوا الثلاثه اساسيين، يعني كل واحد فيكم يقدر يشيل فرقه على مدار موسم كامل، وحتى كلكم دوليين لعبتوا مع المنتخب كمان. طبعا الحمد لله النادي الاهلي الحمد لله ده براي الناس مش براينا احنا، ان موجود في ثلاث حراس مرمى على اعلى مستوى، شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، ان شاء الله باذن الله احنا مع بعض بنقعد مع بعض، اي واحد فينا بيلعب بيكون في داره ده وان شاء الله نقدر نحقق خلال الموسم دوت نكون سبب رئيسي في البطولات ان شاء الله، والحمد لله كابتن طارق طبعا بيقعد يتكلم معانا، ده بنشتغل وبنتعب عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر جمهور النادي الاهلي، فان شاء الله نقدر نكون على حسن ظنهم الفتره اللي جايه، وربنا يكرمنا يعني جميعا ان شاء الله. من اول يوم جه في علي لطفي، يمكن انا بهتم جدا باللي بيتكتب في الصحافه والمواقع عشان اعرف برضو الانطباعات النقاد الرياضيين والصحفيين ووجهه نظرهم، وساعات بتبقى في اخبار صحيحه وفي البعض ممكن بيجتهد، لكن الخبر دايما بسمعه او بقراه بشكل اكتر ان علي اول ما جه مثلا بيتكلم في موضوع المشاركه، انه بيقول بيشارك، لازم نلعب بالدور، كل حارس يشارك، الجزئيه دي انا عارف السيستم النادي، لكن اسمع منك انت اللي انت اول مره اعتقد هتتكلم في هذه الجزئيه، لانك اكيد برضو سمعتها من البعض اول ما انضميت للاهلي. لا طبعا انا من يوم ما جيت النادي الاهلي انا شايف ان لما بتلعب في نادي كبير ونادي بقيمه النادي الاهلي، انا بشوف ان مفيش حاجه اسمها لعيب احتياطي ولعيب اساسي، يعني اللعيبه كلها بتبقى اساسيه، اللعيبه كلها بتبقى جاهزه، لان يعني النادي الاهلي بيبقى يعتبر بيشارك في كل البطولات، فلازم تكون جاهز على اعلى مستوى في اي لحظه تكون موجود. انا طبعا ما اتكلمتش في موضوع اللعب ده خالص، انا اول مره اسمع الموضوع دوت. لا طبعا احنا زي ما قلت لك، احنا اي حد فينا بيلعب بنكون وراه وبنكون في ظهره، احنا اول حاجه عندنا النادي الاهلي يظهر بصوره كويسه، ده اهم حاجه عندنا كلنا. يعني بطوله افريقيا داخلين على مرحله مهمه، بطوله افريقيا والمجموعه بتاعه النادي الاهلي، المجموعه الاولى فيها الترجي كامبالا سيتي الاوغندي وفريق بطل بوتسوانا، شايف المستوى والبطوله ازاي؟ والاهلي كان خلاص على وشك الفوز بيها العام الماضي في المباراه النهائيه. طبعا ان اكيد طبعا الفرق كلها عامله حساب النادي الاهلي، واحنا طبعا عاملين حسابنا للفرق كلها، طبعا ما فيش في البطوله الافريقيه فرق ضعيفه او فرق الفرق كلها بتبقى قويه وعلى اعلى مستوى، وان شاء الله نقدر نحقق حاجه تليق بالنادي الاهلي الفتره اللي جايه في بطوله افريقيا، ونقدر نستعين اللقب تاني زي ما قلت حضرتك، فان شاء الله مش مجهود خالص طبعا، لان احنا عايزين نستعين طبعا اللقب دوت والنجمه التاسعه طبعا ان شاء الله باذن الله، فان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه باذن الله. باقي على الدوري 5 مباريات، يعني
فرصه بقى للكل يشارك في الجزء الاخير ده من المباراه بعد حسم البطوله برقم قياسي في فرق النقاط كمان. اه طبعا احنا كل اللاعب يتمنى طبعا ان هو يكون موجود الفتره اللي جايه يظهر بمستوى كويس طبعا ده طبعا بعد قرار الجهاز الفني طبعا، فان شاء الله كل لعيب هيجي له الفرصه ان شاء الله يقدر يظهر كويس قدام الجمهور بشكل كويس ويقدر يثبت نفسه ان هو يكون جدير بيكون موجود في المكان زي مكان النادي الاهلي ان شاء الله. ماذا بعد مباراه مصر والبرتغال مع محمد الشناوي وظهوره بشكل جيد، وظهور الشناوي هو اشاده ليه كنتوا كحراس مرمى في النادي الاهلي على مستواكم العالي؟ اه طبعا انا كنت لسه بكلم الشناوي امبارح كنت ببارك له على الاداء طبعا وكان كويس جدا في الماتش وفرحت جدا ان هو اول ماتش ليه دولي وماتش زي البرتغال طبعا، ففرحت جدا بمستواه وكنت بكلمه امبارح وان شاء الله يقدم اكتر ما عنده الفتره اللي جايه ان هو يكون موجود وانا شايف ان هو احق ان هو يكون موجود الفتره دي ماشي بشكل كويس مع النادي الاهلي وفي الدوري وفي الماتشات افريقيا، فانا شايف ان هو كان الاصلح ان هو يكون موجود في ماتش زي ماتش البرتغال يعني. ماذا دار في هذا الاتصال التليفوني؟ انا اقول لك باللغه العربيه. لا انا كنت ببارك له على الاداء طبعا وكنت بقول له ان شاء الله يكون الفرصه قدامك ان شاء الله الفتره اللي جايه انت ماشي بشكل كويس وده حقك ان انت تكون موجود وان شاء الله في الماتشات اللي جايه بعد كده تظهر بشكل احسن واحسن، انت اول ماتش ليك فظهرت بشكل كويس ان شاء الله الثقه هتبقى اكتر واكتر تظهر بشكل احسن واحسن يعني. كلمتوا فنيات ولا يعني تطرقتوا برضو للمباراه وتفاصيلها وكريستيانو والمواجهه كان شايفها ازاي يعني اديني كده الكواليس لان انا عارف العلاقه اللي بتربط علي باكرامي بشناوي في حراسه مرمى الاهلي. لا خلاص والله احنا اتكلمنا بس في اداء الماتش كنت شغال بشكل كويس وانا حسيت من اول الماتش ان هو مركز جدا في حتى في السلام الوطني شايف وشه مركز جدا في الماتش عايز يظهر بشكل كويس والحمد لله ربنا وفقه وظهر بشكل كويس وتعامل مع كرات كتير قوي بشكل كويس وفي كوره من ضمنهم كوره كريستيانو طبعا تعامل معاه بشكل كويس فطبعا ببارك له على الاداء وان شاء الله مزيد من التالق مع المنتخب يعني ان شاء الله. كريستيانو رونالدو ما كانش محور الحديث بينكم؟ لا 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 خالص والله لا احنا كنا بنتكلم في مجمل الماتش بس فان شاء الله يكون يأدي بشكل كويس في الماتشات اللي جايه ويكون لي الحظ طبعا يكون موجود ده شرف لينا كلنا طبعا ان هو يمثلنا طبعا يمثل اسره حراس المرمى في النادي الاهلي ان هو يكون موجود مع منتخب مصر في كاس العالم وده حاجه كويسه وده حق شرعي طبعا ليه فربنا معاه وان شاء الله يأدي بشكل كويس في الفتره اللي جايه. ومحتاجين يكون في حارس تاني كمان في المنتخب ان شاء الله يكون اثنين حراس من الاهلي، في فرصه ان شاء الله في المعسكر القادم يمكن المعسكر القادم اخر معسكر ولا انت شايف خلاص يعني اعتقد المنتخب كده بيبدا يلملم اوراقه قبل كاس العالم؟ والله احنا اتعودنا في الكوره عامه ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل، الكوره متغيره ممكن يحصل حاجه في اخر لحظه ممكن تكون موجود فدي حاجه في علم الغيب طبعا وفي ايد ربنا وطبعا اي لعيب بيبقى يتمنى ان هو يكون موجود مع منتخب مصر في كاس العالم ده شرف كبير جدا طبعا انت تمثل بلدك في بطوله طبعا هي الاقوى والاغلى طبعا عند جميع اللاعبين وجميع المنتخبات فان شاء الله نكون لينا نصيب فيها ان شاء الله باذن الله. وفي جلساتك مع كابتن طارق سليمان ايه اهم حاجه بيقولها لك كابتن طارق على المستوى الشخصي مع علي وطموحات علي برضو مع النادي الاهلي؟ اه طبعا كابتن طارق يعني من فتره على طول بيتكلم معايا والفتره دي بيتكلم معايا يمكن بيتكلم معايا ان انا اكون جاهز في اي لحظه واكون ومشارك لازم اظهر بشكل كويس فاشتغل كويس في التمرين واشتغل كويس على نفس الفتره اللي جايه فكل كلام مع كابتن طارق في الصوره دي ان انا اشتغل بشكل كويس عشان لما تجي الفرصه اقدر ابقى شكلي كويس قدام الناس واظهر بشكل كويس وطموحي طبعا مع النادي الاهلي ان انا طبعا مزيد من البطولات واحقق بطولات مع النادي الاهلي ده طبعا بشرف ليا واكتب اسمي طبعا في تاريخ النادي الاهلي ان انا اكون لعيب من ضمن لعيبه النادي الاهلي واحقق البطولات مع النادي الاهلي ده شرف كبير طبعا ليا. ايه اهم ماتش او ايه احسن لحظه لعلي لطفي لما دخل النادي الاهلي؟ مناسبه حدث يوم مش قادر تنساه، هل اول يوم لما دخلت فيه ملعب التتش ولا
هو يومين طبعا. في اول يوم ان انا سمعت ان انا جالي اتصال تليفوني طبعا ان الموضوع خلاص خلص وانا خلاص بقيت لعيب في النادي الاهلي، ده طبعا ده كان احسن خبر سمعته في حياتي، يعني ان انا اكون موجود في النادي الاهلي واكون من ضمن لعيبه النادي الاهلي، ده كان شرف كبير ليا جدا طبعا، وكان حلم طبعا بالنسبه لي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. واليوم الثاني طبعا في اول خطوه دخلت فيها ملعب التتش طبعا، ده كانت فرحه بالنسبه لي طبعا لا توصف طبعا، فبحمد ربنا على اللي انا فيه، وان شاء الله اكون على عند حسن ظن الناس الفتره اللي جايه باذن الله. الاسره كلها اهلاويه وكلهم وصوك في موضوع الاهلي صح؟ اه طبعا، يعني والدي واخواتي طبعا اهلاويه جدا، وطبعا والدتي طبعا من بعد بقى ما لعبت كوره ودخلت ده طبعا هي والدي ووالدتي طبعا هم الخير والبركه طبعا بدعواتهم ان انا اكون موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي ان شاء الله الحمد لله. ربنا يخليهم لك علي. ربنا يخليك يا حماده. ربنا كلمه اخيره. طيب كلمه اخيره طبعا بشكركم ان انتوا معانا ومتابعينا الفتره اللي فاتت، وان شاء الله نقدر نحقق حاجه جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه، ونقدر نستعين ببطوله افريقيا ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله، واللي جاي احسن باذن الله يا رب ان شاء الله. شكرا حماده. شكرا. اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا من جديد على شاشه قناه النادي الاهلي، والاهلي في كل مكان. الاهلي في كل مكان، والاهلي بمن حضر، الاهلي بنجومه بتاريخه سنه 1907 وحتى الان نجوم وبطولات وارقام وتواريخ وحواديت. بعض الحواديت كلنا عارفينها، وحواديت وكواليس كتير جدا هتسمعوها النهارده لاول مره، لان معانا واحد من الناس اللي عملوا حاجتين، كتب التاريخ مع بطولات وعظماء النادي الاهلي، وشاهد على هذا التاريخ بالانجازات. قلت لكم ان نسر النادي الاهلي اللي بيحلق بالبطولات كل واحد بيشوف فيه اللي بيحبه، كل واحد بيشوف فيه البطوله، كل واحد بيشوف فيه الانتصارات. النهارده في الاهلي في كل مكان انا وانتو هنشوف فيه نجم وقامة ورمز وأسطورة من أساطير النادي الأهلي، الكابتن طه الطوخي. كابتن طه الطوخي تاريخ كبير جدا، عادة كعادة كل نجوم وأساطير النادي الأهلي إنك تدور عليهم وتحاول توصل لهم، لأنهم سبحان الله ما بيحبوش الكاميرا رغم إن الكاميرا بتحبهم. عشان كده هتستمتعوا معانا النهاردة في حوار مهم جدا، وكواليس وأسرار هتسمعوها لأول مرة. يكفيني أن أقول لكم أن ضيف النهاردة اللي أنا عندي فخر وشرف اللي أنا قاعد قدامه وهحاوره يعتبر جزء من محاورة تاريخ النادي الأهلي الكبير، القامة الكبيرة اللي معانا النهاردة، وهو في بداية شبابه درب مين؟ درب الكابتن صالح سليم، الشيخ طه اسماعيل، وحواديت كتير جدا. الجراب مليان حواديت وكواليس، لكن خلونا نسمع من الكابتن طه. نورنا يا كابتن. نور بيكو. انا سعيد جدا جدا، وبشكر يعني قناه النادي الاهلي او قناه الاهلي لهذه الاستضافه. شكرك مشرفني ومنورني، رمز كبير جدا وتاريخ كبير من النادي الاهلي. شكرا جزيلا، وده شيء يشرفني طبعا، واتمنى باذن الله تعالى الكلام اللي حضرتك قلته ان شاء الله نقدمه للساده المشاهدين. والحمد لله انا بتكلم بقى كل الكلام ده من الذاكره، يعني بحمد ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله ان الذاكره يعني فاكر انا كل اللي اتعمل يعني من سنين طويله، منذ يعني اول يوم دخلت في النادي الاهلي للان يعني الحمد لله، وان شاء الله كلها ذكريات جميله، وباذن الله دايما النادي الاهلي كده يقدم الذكريات الجميله باذن الله تعالى. ذكريات جميله والتاريخ ما يتنسيش. هننشط الذاكره، هنشوف يعني تقرير عن حضرتك ونرجع نتواصل.
طه الطوخي اسم لا يحتاج إلى كلمات كثيرة لتعريفه، هو شيخ المدربين وصاحب الاسم الكبير في عالم الساحرة المستديرة. لم يهنأ بمشواره في الملاعب بعد أن عجلت الإصابة باعتزاله مبكرا، وجد ضالته في التدريب الذي حقق فيه إنجازات لا تنسى. بدأ من قطاع الناشئين بالأهلي بقيادة فريق تحت 16 عاما مع حلمي أبو المعاطي وأبو حباجة وفؤاد صدقي وهمامي. كان أول جيل دربه في الأهلي هو جيل عصام عبد المنعم، شوقي عبد الشافي، حسن حمدي، شريف مدكور. كانت رحلته مع الفريق الأول في عام 1961 حين فاجأه الكابتن الوحش بطلبه أن يدرب الفريق الأول لأنه سيتخلف لإصابته بشد وإجهاد ليقود جيلا يضم كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية مثل صالح سليم، طه اسماعيل، الجهري، رفعت الفناجيلي. رحل الوحش إلى الكويت وتعاقد الأهلي مع اليوغوسلافي بروشيتش، وظل الطوخي مساعدا له. وفي نفس الوقت اختاره المرحوم جلال قريطم الذي كان مديرا عاما للنشاط الرياضي بالتعليم ليكون مدربا لمنتخب المدارس المصرية الذي شارك في الدورة المدرسية الأولى بالكويت. كان المنتخب يضم عصام عبد المنعم، شوقي عبد الشافي، علوي مطر، محمد زازا، حقق اللقب عن جدارة. حصل الطوخي على بكالوريوس التربية الرياضية تخصص كرة القدم عام 1963، ثم دبلوم تدريب كرة القدم بدرجة امتياز ومدرب لفرق الأهلي وعدد من الفرق العربية خاصة الوحدة والهلال بالسعودية، الجزيرة بالإمارات، ثم مديرا لقطاع الناشئين بالأهلي عام 1990، ثم مديرا لقطاع الناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وعضوا باللجنة الفنية للاتحاد، ثم أخيرا رئيسا للجنة القطاعات للاتحاد المصري من عام 2004-2005. طه الطوخي الاسم الكبير معنا اليوم بعد تكريمه من رموز القلعة الحمراء من قبل الكابتن محمود الخطيب. جيل بيسلم جيل واساطير، اساطير في تاريخ النادي الاهلي. كابتن طه، بدايتك في النادي الاهلي عايز ابدا معاك واحده واحده، وقتنا معانا وعايزين نستمتع كلنا ونبدا حكايتك من بدايتك ودخولك للنادي الاهلي. برضه ابدا بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا يعني هبدا بقى من المرحله الثانويه وانا في المدرسه السعوديه. تمام. طبعا من كبريات المدارس يعني في الشرق الاوسط طبعاً. وفي مصر طبعا. وكان لي شرف ان اساتذتي يعني في المدرسه، كنت انا كابتن الفريق في الوقت ده، وكان بيضم برضو نجمين من النادي الاهلي جت بصرفها، حارس المرمى العملاق الكابتن عادل هيكل، وزميل وصديقي الله يرحمه الكابتن طارق سليم. وطبعا كانت شهره المدرسه السعوديه في المباريات اللي بنلعبها اللي هو دوري المدارس في الوقت ده، يعني كان لا يقل عن الدوري الممتاز حاليا. يعني مثلا لعب مدرسه الاسماعيليه الثانويه صلاح ابو جريشه وساري التابعي، اسماء كبيره. بورسعيد الثانويه عادل الجزار وعبد سليم وعوض الحارتي وهكذا. المنصوره الثانويه. المهم يعني فعلا كان وضعي في المدرسه ليه وضعي يعني بالنسبه لكره القدم. كان اشهر سداسيات بتقام في مصر في الوقت ده سداسيات الزراعه، كليه الزراعه. طبعا نجوم مصر كلهم من طبعا. المدارس والكليات كانت برضو في هذه المسابقه يعني. ونجوم السعوديه باستمرار يعني كان الحقيقه الفريق الوحيد اللي ليه مشجعين كتير المدرسه السعوديه، وعنده ملعب بتاعه وعنده امكانيات كويسه. بالظبط، كان في اهتمام كبير طبعا. ومعظم نجوم بقى مصر القدام اللي قابلينا من اول الكابتن مختار التتش والكابتن حمدي كروان، كابتن حسين مدكور، كابتن محمد الجندي، الكباتن صالح سليم وعبد الوهاب سليم، وانا قلت طارق طبعا، دول كانوا طبعاً. قابلينا طبعا اجيال. سيادة الفريق مرتجي خريج المدرسة السعودية، يعني أسماء رؤساء وزراء ووزراء كثيرون يعني الحقيقة. ف
سبحان الله انا من خدت الثانويه العامه يعني كان لي رغبتين، ادخل الكليه الحربيه او ادخل كليه التجاره. مع طارق سليم كنا احنا الاثنين متفقين على الكليتين دول نمشي في الخط ده. سبحان الله جت ظروف ان انا دخلت كليه البوليس ما كنتش مقدم فيها الحقيقه يعني، وبدون تفاصيل يعني دخلت كليه البوليس كليه الشرطه يعني. نعم يعني حتى سالوني في الاخر قبل كشف الهيئه مباشره يعني، قالوا لي احنا عاملين تحريات وعارفين ان انت رغبتك الاولى الكليه الحربيه، فعاوزين كلمه شرف دلوقتي ان انت عاوز، لان انت هتاخد مكان واحد تاني طبعا، لان انت مقبول 100% في كليه البوليس. كان الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش بدايه معرفتي بيه كان هو مدرس التربيه البدنيه في كليه البوليس ومسؤول طبعا عن فريق كره القدم. تمام. لان هو اول ما اتخرج من كليه التربيه الرياضيه تم تعيينه في كليه الشرطه. انا بقول البوليس لان لا 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 واضحه طبعا. ايوه. فالمهم فعلا ندهولي عند كبير المعلمين وقال لي السؤال ده يعني انت، قلت له لا كلمه شرف، لان والدي قال لي كل اللواءات اللي في الجيزه اصدقائه وكانوا بييجوا قالوا لي يعني تبقى ضابط بوليس والحاجات دي، فدخلت كليه الشرطه. فطبعا كان اهتمام كبير جدا بفريق كره القدم، كنا فريق يعني ممتاز جدا، ومدير الكليه وقتها وكل الضباط عندهم فريق كره القدم ده، برغم ان في فريق كره السله الطايره كان لكن نجوم، كان في اهتمام بفريق كره القدم. كره القدم النجوم اللي كانوا مع حضرتك في فريق كره القدم في كليه البوليس يعني سمير قطب الله طبعا ربنا يرحمه طبعا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، في اللواء سمير ابو السعود ده كان الظهير الايمن طبعا، كان مدرب في النادي الاهلي وبعدين كان معلق طبعا في طبعا يعني، وفي بقى لعيبه فاروق عواد رفيق المنفلوطي دول كلهم كانوا نجوم في النادي الاهلي في الوقت ده طبعا. ولعبنا مباريات، اهم مباراتين مع الناديين الكبار النادي الاهلي ونادي الزمالك، وعملنا نتائج يعني طبعا الفريقين كانوا نجوم مصر في الوقت ده، منتخب مصر يعني طبعا، وعملنا نتائج كويسه. كان مين في الاهلي وكان مين في الزمالك في التوقيت ده من النجوم الكبار؟ طبعا فريق الستينيات يعني في النادي الاهلي طبعا الكباتن الكبار يعني كان عوضين وكابتن صالح سليم وكابتن رفعت الفناجيلي يعني، الشيخ طه برضو كان لسه جاي طبعا النادي كان صغير يعني، في النجوم طبعا الكابتن رضا عبد الحميد طلعت عبد الحميد اللي هم قبل سعيد ابو النور والمجموعه دي يعني. نادي الزمالك كان فيه كباتن الله يرحمهم يعني برضو عصام بهيج وعلاء الحمولي شريف الفار يعني نجوم طبعا، طبعاً على سبيل المثال يعني طبعا. وبظروف الكابتن محمد لطيف وقف حكم في المباراتين، لان هو طبعا كان حكم دولي طبعا وكان اداري ومدرب يعني، كان بالنسبه لكره القدم كل شيء يعني في كره طبعاً القدم. فعملنا نتائج كويسه الحقيقه مع الفريقين الكبار، فمدير الكليه ادانا نجمه يعني نحطها هنا، النجمه دي بتبقى دايما للطالب من سنه ثالثه مثلا، احنا كنا لسه في سنه اولى، حتى كتبوا وكيل أمباشي طه الطوخي، عندي الصوره دي عشان المباراتين دول. الحقيقه كان مركز حضرتك ايه في الملعب؟ يعني كان بنسميه زمان سيرد باك او قلب الدفاع. تمام. ايوه في ظاهرين وانا كنت سيرد باك، وكان في الوقت ده كره القدم برضو بالنسبه لي كانت امل كبير ان انا عاوز اوصل، وكان مثلي الاعلى في الوقت ده لازم اقوله الحقيقه كان كابتن مصر كابتن حنفي بسطان. يعني هو كان بيلعب في المكان ده، انا ما شفتش الكابتن ابو حباجه طبعا كابتن النادي الاهلي، فحتى مره وقف لنا حكم وقال لي انت ممكن تبقى يعني زي عشان انت بتلعب برجلك الشمال مني يعني. ايوه. المهم يشاء القدر بقى، ودي برضو اللي حصل، مباراه وديه بين كليه الشرطه ونادي دمنهور في دمنهور. تمام. رحنا الصبح والمباراه يعني استقبال بقى من مدير الامن طبعا وضباط الشرطه، ما كانش في محافظات وقتها طبعا، مدير الامن هو يعني كل حاجه في بالزبط في البحيره يعني في دمنهور. اثناء المباراه يعني دي بقى يمكن ما حصلتش لاي حد، فكان على يمين الكابتن سمير ابو السعود زي ما قلت ظهير ايمن، وكابتن صلاح سليمان اللي هو وصل مساعد وزير الداخليه وكان مدير مكتب وزير الداخليه احمد بيرشدي، يعني انا فاكر الاسماء طبعا. تمام. ده السبب في ان انا يعني مجرى حياتي كلها اتغير، كوره
رايح في التسلل اوفسايد يعني، فانا بلف امسك الكوره لان الحكم صفر اوفسايد، هو راح شايت عاوز يشوط الكوره راح شايت ركبتي الشمال. شوف زي ما حضرتك عملت كده، انا جالي اغماء يعني، كان اكني جالي ارتجاج في المخ، ما حسيتش الا بعد ساعتين ملبسيني اللبس العادي بتاع الكليه وركبتي دي يعني. رجعنا القاهره وكان يعني اشهر دكتور في مصر في الوقت ده الدكتور عبد الحي الشرقاوي، اشهر دكتور عظام يعني، كانش فيه علاج طبيعي، مفيش الاجهزه، ما كانش لسه الاساليب الحديثه خالص. هو كل اللي شافه قال لي انت ركبتك دي فيها ميه، فانا هكتب لك راحه شهر كامل في مستشفى كليه البوليس، لا يعني مفيش حركه خالص، لا كوره ولا التدريبات العسكريه بتاعتي، تحضر المحاضرات النظري بس يعني. طبعا دي اثرت فيا الحقيقه طبعا، وحسيت ان الكوره بعدت عني او انا بعدت عن الكوره كلاعب يعني. المهم انتهت السنه، وبعدين بقى في بدايه السنه الثانيه برضو قعدت ولقيت ركبتي يعني برضو مش مفيش علاج طبيعي طبعا، وبتأثر عليا لو عملت أي نشاط يعني. فما رحت بقى البيت يعني، قلت لوالدي الحقيقة أنا مش هكمل يعني، هكمل السنة الثانية دي بس أنا هروح كلية التربية الرياضية. اخترت الحاجتين، هتسيب كلية البوليس أيوه وتروح كلية التربية الرياضية. وطبعا ليه ما حبيتش تكمل فيها؟ الحاجتين اللي أنا ما قدمتش فيهم في الأول يعني، ما أنا بقول لحضرتك يعني حسيت إن أنا برضو كنت داخل مع يعني الواحد يبقى برضه ضابط بوليس ولاعب كره قدم، وفي كتير طبعا طموح الكوره كان اساس مع بالظبط ايوه، وده كان الاساس فعلا يعني بالنسبه لي. فسبحان الله بقى الاستاذ محمد عبد صالح السنه الثانيه دي سافر بعثه المانيا دراسات يعني، تمام، اخذ الماجستير ورجع استاذ في كليه التربيه الرياضيه. فوالدي طبعا وافق وقدمنا بقى كليه التربيه الرياضيه، وكنا مجموعه دفعتنا يعني معروف اللي هي سنة يعني دخلنا 59 تخرجنا 63، كان في أكثر من لاعب في منتخب مصر برضو على سبيل المثال يعني، تمام. سمير قطب برضو ساب كلية البوليس وجي معنا، الدكتور أو الكابتن أو الشيخ طه إسماعيل، طبعا في بقى عوض الحارتي حمدي الحارتي يعني لعيبة كلهم كانوا دوليين طبعا. بدو عبد الفتاح الله يرحمه كان مهاجم طبعا، فكان مجموعة كبيرة الحقيقة يعني. ونظام كلية التربية الرياضية زي الكليات العسكرية، كنا بنقعد يعني الأسبوع ونطلع خميس وجمعة اللي هي أجازة في البيت ونرجع بالزبط. الجمعة بالليل يعني، كانت داخلي برضو التربية الرياضية داخلية حاجة. أيوه زي الكليات العسكرية بالظبط يعني، زي الكلية الحربية وكلية البوليس. فسبحان الله أنا بقى إيه فكرت فكرة برضو في الوقت ده، عرفت إن في امتحان للحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، فقدمت انا في التحكيم يعني في الدفعه دي، والحمد لله نجحت. وهي دفعه طبعا كنت اصغر برضو حكم في الوقت ده في مصر في بدايه العشرينيات طبعا، تمام. وعلى سبيل المثال انا كان معايا برضو الحكم الدولي الكبير المحاضر الكابتن حسين فهمي، حكم دولي طبعا واكثر من حكم طبعا. انا طبعا ما كملتش في التحكيم كتير لسبب زمايلي بقى اللي هم لعيبه طبعا شيحة الاسماعيلي، انا نسيت فيه اسماء طبعا الله يرحمه كان برضو في دفعتنا يعني، تمام. فسبحان الله كده اقترحت احنا كنا بنخلص الدراسه بنرتاح وننزل على ملعب كره القدم نعمل على طول فريقين ونلعب يعني. وكان في بقى نجوم طبعا اللي بعدينا بشويه يعني منتخب مصر ميمي درويش سيد الطباخ يعني، كان برضو كل دول طبعا نجوم يعني في الكليه في الوقت ده. فاقترحت عليهم اقتراح قلت لهم انا نجحت حكم فانا هعمل لكم فريقين واقف حكم، بس ممكن اعمل لكم تسخين قبل التقسيمه دي، يعني كوتش وحكم. بس انا ما كنتش مفكر في حكايه الكوتش دي، بس انا قلت لهم لان انا عارف في الوقت ده استاذ ايهاب كان كل اللعيبه اللي قلت عليها دي بيروحوا انديتهم للمباراه على طول، لان ما كانش في وقت يخرجوا التمرين يسخنوا ويدربوا والكلام ده، كان يطلع على طول يروح يلعب الماتش يلعب المباراه. نجوم منتخب مصر يعني شيحته وطه اسماعيل وسمير قطب وحمد الحارتي عوض الحارتي عادل الجزار، لا معسكرات بقى ولا الكلام ده خالص، يطلع لا من الكليه بالظبط ينزل على الملعب مع فرقته يسخن ويلعب على طول. ايوه سبحان الله الاستاذ محمد عبد صالح جاي الكليه يطمن على الكابتن طه اسماعيل، كان عنده اصابه
وفي مباراة للنادي الأهلي يعني كان يوم أربع. أنا فاكر حتى أحفادي ما يسمعوا الكلام ده يقولوا يا جد أنت فاكر يعني فاكر لك الصح. فكان يعني الحمد لله يوم أربع المباراة يوم الجمعة هو اللي حكالنا بقى الأستاذ محمد. فهو جاي من بعيد لقى فرقة بتتمرن فقرب لقى طالبة الكلية وأنا اللي بقود إيه التدريب ده فوقف ورا المدرج عملت الإحماء اللي في الأول أو التسخين وبعدين عملت فريقين. وأثناء اللعب مثلا شحتة كان دايما يحتفظ بالكرة كتير وكان حريف ويقدر يفوت أروح مصفر طبعا ما فيش أوفسايد ولا فاول ولا ما فيش وقول له يا شحتة شفتها إسماعيل فاضي هنا أو بدو عبد الفتاح يعني حاجة فعلا فنية تمام. طبعا برضو ربنا بيحميني كنت دايما طول عمري بحترم يعني زملائي ويعني كان في احترام فعلا اعتبرينه مدرب ما حدش كان بيعترض على صفاره صفارها وبننفذ الكلام ده. وبرضو اكيد كان عند حضرتك الشخصيه اللي خلت النجوم الكبار دول ياخدوا بالهم ويقعوا. انت بتكلم واحد بحجم الشيخ طه واحد بحجم الكابتن شحته كابتن الوحش واقف بيتفرج مستمتع بمين اللي بيدرب كابتن سمير قطب رحمه الله في نجوم كبار نجوم انديتهم ونجوم منتخب مصر. معانا نجم من النجوم الكبار على الهاتف واحد من اساطير الرياضه والكره المصريه واحد من اساطير النادي الاهلي من نفس الجيل ونفس السمات وزي ما بقول لكم دايما دققوا في لوجو النادي الاهلي هتلاقوا كل اساطير النادي الاهلي بتاريخه بعظمته شايفين خيال النجوم دي موجوده فيه. اكيد سعيد ان كمان بستقبل واحد من اساطير النادي الاهلي الشيخ طه اسماعيل مشرفني ومنورني واحنا مع الاسطوره الكبيره الكابتن طه الطوخي. الو الو السلام عليكم يا شيخ طه. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي قابل خطيب مع حضرتك وتحيات كابتن طه الطوخي. ما اعرفش بقى حضرتك سمعتني وانا بقدم حضرتك ولا لا؟ لا انا سامعك انا بادئ الحلقه طبعا انا عارف طبعا الحلقه دي يا حبيبي واخويا وزميلي ويعني زماله في الدراسه ومحبه وصداقه طول العمر وكنا دفعه واحده والسرير جنب السرير. وكابتن طه الطوخي عشان ادخل في الموضوع على طول بسرعه. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. كان عنده يعني كان عنده مواهب تدريبيه منذ الصغر. لذلك واحنا طلبه وحتى في النادي الاهلي وكل طبعا كان كابتننا كابتن صلاح سليم وكابتن رفعت فناجيلي وزملائي كلهم الكبار عادل ايكل وطارق سليم وكل الاسماء كواري مش عايز انسى حد. الجميع يعني الاحياء منهم ربنا يسعدهم يديهم الصحه والاموات ربنا يرحمهم. ومع هذا هو برغم ان هو كان طالب زميلنا وكل حاجه لكن كان عنده المواهب التدريبيه ديت ولذلك الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش الله يرحمه احسن اليه وهو استاذ الجيل وهو اللي خرج كل الاجيال التدريبيه في مصر تقريبا وفي النادي الاهلي. والحقيقه له الشكر الجزيل مننا جميعا على ان هو خد بايدينا جميعا في هذا المجال. طبعا عزز وساند كابتن طه الطوخي واداله الثقه وحس ان هو في هذه المواهب التدريبيه موجوده عنده ولذلك اعطاه الفرصه ان هو يدرب فرقه في الوقت دوت. زي ما بقول لحضرتك كان فيها صالح سليم الالقاب بقى رفعت الفناجيلي طارق سليم جوهري طه اسماعيل عادل ايكل كل هذه الاسماء وهو طالب. يعني هو بالنسبه لي انا طالب زي بعض لكن في لعيبه كانوا اكبر مننا في النادي يعني كان صالح اكبر مننا رفعت وعادل ايكل ومع هذا كان عنده هذه الشخصيه وهذه المواهب التدريبيه اللي خلت الاستاذ محمد عبد الصالح يضع الثقه فيه وحتى اعتقد ان هو يعني في احد الرحلات لليبيا كان هو المدرب الرئيسي اللي راح هناك كان محمد عبد الصالح ما راحش فيها وكان هو المدرب الرئيسي للفريق. والحقيقه يعني المواهب التدريبيه دي برضو عمليه في حاجات فيها بتنتمي لشخصيه الشخص وذكائه ووعيه علاوه على انه بيعززها طبعا بدراسات وبمفاهيم وبخبرات. كان هو عنده هذه الاشياء كان شخصيه وما زال شخصيه محبوبه من الجميع. طبعا مهم جدا انك تبقى شخصيه محبوبه وفي نفس الوقت شخصيه فرض اسلوبها على اللي موجودين. مش بس مجرد ان محبوب انه محبوب ايضا لكن محترم برضه من الاخرين. فدي نقطه برضه مهمه جدا بالنسبه له
طبعا دي نفعته في كاريره التدريبي. ولك ان تتخيل بقى انه درب الهلال السعودي، درب المنتخب الكويتي في اول دوره طبعا الخليج اللي اتعملت في الكويت وكسب البطوله فيها واول كاس ويدخل الكويت بالظبط الخليج ايوه. ثم بعد ذلك درب في كثير من مع المنتخبات، كان برضه مدربه المدرب الاول مع باندر في قبل ما نسافر طوكيو سنه 64، وقبليه مدربين اخرين برضه كان مجموعه كبيره مدربين اليوغوسلافيين والمجريين، ويمكن برضه من ضمن الطرائف الكويسه وعارفها كان في مدرب مجري كان يحب التورته، وكان لازم التورته على كل اكل لازم تبقى محطوط تورته او كاتوم. وفي مره من مرات الكابتن او رجاله الله يديه الصحه خبى الكاتوم بتاعه، فالراجل جه وهو ما بيعرفش انجليزي كويس وقال لك هاي ما التورته نو. طبعا كلنا استغربنا بالضحك، ويمكن نذكرها الكابتن طه طوخ. اللي انا عايز انا برضه يعني بقول يعني فكاهه في وسط الكلام، لكن كابتن طه طوخي موسوعه كبيره جدا في التدريب سواء في مصر او في الدول العربيه اللي اشترك فيها او مع المنتخبات او في ادارته للمشروع البراعم في اتحاد الكوره والقطاعات سنوات طويله. يعني الحقيقه خدم الكوره في مصر خدمات كبيره جدا، مش بس في الدول العربيه ولكن في مصر خدم خدمات كبيره جدا، وهو بعيد عن الاضواء بالظبط. وللاسف يعني في ناس كثيره يعني بتأبى انها تقدم نفسها، ومن الاسف برضو ان في ناس ما بتبحثش عن الناس اللي اجتهدت والناس اللي اشتغلت والناس اللي ادت وعملت لها موجود قدامها قدام عينيها بس. فكابتن طوخي اعتقد ان تاريخه الكبير كان يعني يتحتم ان يكون له شهره كبيره جدا اكبر من اللي موجوده الان، لانه لم يلقى عليه الضوء بكثره او بما يستحقه من امكانيات. وعشان كده يمكن هنا برضو دي مجال ان انا بشيد بيه وبشيد باخلاقياته ومهاراته الكبيره وخبراته اللي اعطاها للنادي الاهلي في كل الاعمار الشباب او الناشئين او الفريق الكبير او بالنسبه للدول العربيه سواء الهلال السعودي او الوحده او منتخب الكويت. منتخب الكويت كل دي امور النادي الاهلي في دبي، نادي الجزيره في ابو ظبي، وده يمكن تصادف وانا موجود. انا فاكر يعني الصوره اللي موجوده دي دلوقتي كان مجموعه من لعيبه الكوره، تشوف بقى كابتن نور الداري عادل هيكل، وهنا على الشاشه معانا صوره كده للذكريات الجميله وحضرتك كده. فدي برضو كان في براسكوس، هي كانت معموله عشان براسكوس في وسط الصوره اللي هو كان مدرب كان لاعب الجول كيبر بتاع مصر، هو اصلا كان يوناني. هو كان يوناني بس هو اعتقد كان جنسيه مصريه طبعا لاعب جميع المنتخبات. كابتن حنفي بسطان على شماله، اعتقد كابتن زكي عثمان، الاستاذ نصر سليم، كابتن نور الدالي، كل دول كابتن نبيل نصير، كل دول اساطير طبعا قدم في مصر طبعا. وكابتن طه طوخي برضه كان احد هؤلاء الاساطير موجود في هذه المناسبات. وانا اعتقد انه انا بشكر قناه النادي الاهلي اللي اديته هذا التتويج الذي يستحقه. ولو احنا بنعتذر عن التاخير في استضافه اسطوره كبيره زي الكابتن طه طوخي، لكن شيخ طه طبعا احنا عارفين لما يكونوا سن واحد مدرب هو نفس سن اللعيب، ايه اللي كان يميز الكابتن طه الطوخي علشان زمايله اللي في نفس سنه ويمكن اللي اكبر منه يلتزموا معاه في التدريب ويشوفوه انه قيمه كبيره؟ نمره واحد انه هو يعني محبوب من الجميع ومتواضع. دي نمره واحد، فمتواضع يعني وهو بيقود المجموعه في التدريب عنده تواضع، ما بيبينش ان هو الاعلى منهم ولا هو الاحسن منهم، ولكن يخدم بشكل جيد والكل بيحترمه والكل بيقدره. ودي طبعا سمات مش سهل تلاقيها في اي حد طبعا، يعني من الصعوبه المكان ان تجد النقطتين موجودين، الاحترام وفي نفس الوقت المحبه. احيانا يبقى في احترام خوف، واحيانا تبقى المحبه بس وليست كافيه طبعا، ان الناس كلها تنافس لازم يبقى في الراجل المدرب ده يبقى عنده السيطره على الموجودين، سيطره بالاحترافيه مش سيطره بالقوه وبالخناق. هو طبعا يحتوي على هذه الصفات كلها اللي سهل هذا الموضوع. طبعا بروشيتش ده كان مدرب يوغوسلافي كبير جدا، دربنا في النادي الاهلي. الطاطوخ كان
مدرب عام معاه موجود، وده يمكن اول مدرب دخل طريقه 4-2-4 البرازيليه اول ما جه النادي الاهلي في سنه يمكن 62 حاجه زي كده 62 وبعدين مين سنه 62 يا كابتن اتفضل. ده في نادي الهلال، لكن هو ده في نادي الهلال، لكن هو جه النادي الاهلي سنه 62 دي في السعوديه ربنا مستر برو كان الكابتن طوخي برضه معاه، وعلى فكره في نادي الهلال هو كان معاه برضه لان هو كان برضه شاف وشاف الشغل بتاعه اللي عمله هو في مصر، فلما راح نادي الهلال نفس الشيء اشتغل معاه. ده كان من المدربين الكبار في وقت من الاوقات، كان ماسك برشلونه بروشيت، وكان شخصيه مرموقه جدا، فهو مر على مرت عليه خبرات كثيره جدا من المدربين الكبار، بدءا من الاستاذ محمد الصالح اولا، لان ده اول واحد المدرسه الاولى اللي هو تعلم منها، واحنا كلنا تعلمنا منها جميعا، ومعظم المدربين من اعمارنا كلها تعلمت من هذه المدرسه العظيمه جدا. ثم بعد ذلك الالتقاء بهؤلاء المدربين اللي اشتغل معاهم واحتك بيهم. بس حضرتك كلمه سر كبيره في حياه الكابتن طه التوخي، لما يكون كابتن عبد الصالح الوحش جاي يزور حضرتك في كليه التربيه الرياضيه ويشوف الاصابه اللي عندك، وبعدين يلاقي ناس بتتدرب فيبص كده ويلمح كابتن توخي، يعني في كده مسببات في الحب والعشره اللي بينكم اكيد تاريخ كبير. مفيش شك الاستاذ محمد عبد الصالح لماح، يعني دايما المدرب الكبير عنده عين ما اي حاجه بيشوفها يترجمها على طول، ويشوف امكانيه هذا الشخص اللي قدامه اللي بيدرب ده من لاول وهله، او بيشوف اللعيب من اول تاتش بلعبتين ثلاثه بيعرف ان ده اللعيب ده عنده امكانيه كذا ممكن ينميها، فدي كلها برضو من الصفات ان هو كان جاي لغرض معين كابتن محمد عبد الصالح، لكن في نفس الوقت شاف الكابتن طه التوخي، وهو كان طبعا كلنا في دفعه واحده وشرير جنب السرير على طول في الهامبر بتاعنا كابتن عادل جدار رحمه، كنا احنا الثلاثه يمكن مع بعض باستمرار، فشاف فيه هذه الامكانيه من البدايه، ودي طبعا من الخصائص الجميله جدا اللي للاسف الشديد كثيرين في الاجيال اللي بعد كده ما ابتدتش حتى تحط عينيها على مين عمل ومين اشتغل ومين انتج. وهو الراجل طبعا منطوي، ما هوش من النوع اللي يتصل باعلام ولا بيتصل هنا ولا هنا، ولذلك ناس اهملته كثير جدا واهملت امكانياته، حتى اتحاد الكوره برغم ان هو يعني اشتغل في موضوع القرارات، لكن الى الان برضه تجد يعني في نوع من انواع يعني الاهمال. انا مش عارف ازاي ان احنا بنترك اجيالنا العظيمه جدا ولا نستفيد بخبراتها، يعني عنده خبرات عظيمه طبعا جدا في مجالات الناشئين، في البراعم، في الفرق الكبيره، في التخطيط، في الدورات التدريبيه والمحاضرات، كل هذه موجوده عنده، في التحليل، كل دي امور امكانياته ومعطيات طبعا. لكن الناس بتبص للنجوم الكبار الحاليين وبتغض الطرف عن الناس اللي اثرت حياتها كلها وفنت حياتها في التضحيه في كره القدم ومحاوله تطوير كره القدم في كل مجالاتها، وكابتن طه التوخي من هؤلاء الناس اللي انا سعيد جدا ان انا شايفه معاك، وانا بشكرك وبشكر قناتك. لا انا بشكر حضرتك، لان الكلام اللي حضرتك قلته يعجز الكابتن طه التوخي ان يقوله عن نفسه، وبالتالي ان حضرتك تبرز هذه السمات والامكانيات والصفات وهذا التاريخ على لسان حضرتك وبمصداقيتك الكبيره اللي بتتمتع بيها عند كل جماهير الكره المصريه، انا اللي بشكر حضرتك على هذه المداخله القيمه جدا، وانك تدي نجم كبير زي الكابتن طه التوخي حقه وشهاده امام التاريخ وامام الملايين. عايز اشكرك وعايز اقول لك موقف لا ينسى مع الكابتن طه التوخي. والله يعني هو هناك مواقف كثيره جدا كنا مع بعض فيها، و يعني يمكن مش حضرتني حاجه بذاتها، لان احنا يعني طب هو الكابتن طه التوخي يحضره موقف هو اللي يحضره، لان هو على فكره هو بعدين لا مواقف كثيره يعني ذاكره عظيمه جدا، يمكن انا كل فتره من فترات يبعت لي صور بتاعتنا مع بعض، انا بتعجب، انا ما عنديش الصور ديت، لكن هو عنده الارشيف ده والذكريات دي كلها، وعلى فكره في تواصل بيستمر يمكن مش عايز اقول يوميا، انما على الاقل يمكن في كل اسبوع مرتين او ثلاث مرات بنبقى على اتصال دايما باستمرار، ونتذكر ذكرياتنا القديمه، واحيانا نضحك ونتبسط على الحاجات اللي حصلت،
الحقيقة أنا بتمنى له يعني طول العمر، وأتمنى له أن ربنا سبحانه وتعالى يجزيه عن كل الأجيال اللي هو اشتغل معها خير الجزاء بإذن الله تعالى. أشكرك شيخ طه إسماعيل، واحد من أساطير الرياضة والكرة المصرية وأسطير النادي الأهلي، وتابعنا بقى عشان عندنا صور وكواليس كتير في هذه الحلقة. شكرا لحضرتك. شكرا يا كابتن طه. تنتوخي طبعا شهادة للتاريخ من واحد من عمالقة وأساطير النادي الأهلي ومن أفراد جيلك اللي كتب عليك أنك تدرب هؤلاء النجوم بعد تغيير مسار حياتك بإصابة في كلية البلوس ثم الانتقال لكلية التربية الرياضية. كابتن عبد الصالح الوحش داخل يتمنى على الكابتن طه إسماعيل يشوفك بيدرب يبص يقول لك إيه. هو الحقيقة قعد أسبوع بعد اليوم ده، ما شفناهوش طبعا ومحدش شافه، يعني كان طبعا من النادي الاهلي يعني هو شافك كده واتفرج وكون انطباع ومشي وعرف ان كابتن طه سليم 100%. تمام. لان طه مكمل التدريب كله، وكان بقى طه وميم عبد الحميد ربنا يشفيه يا رب، هم الاثنين اساسيين في النادي الاهلي طبعا. تمام. فقعد اسبوع كامل، اسبوع بيجي في الميعاد دوت، لقى الموضوع ده مستمر ان انا بعمل، وبعدين اعمل برضو النواحي الفنيه برضو مع الكباتن، يعني سمير قطب مثلا. تمام. النوع برضو كان يمسك كره كتير، وبرغم حرفنته ولعيب برضو صفر عليه واقول له يعني مثلا الشيخ طه خلاص يشتغل اسماء كبيره كلها كانت طبعا، فكان الكلام ده بينفذ. في نهايه الاسبوع فشافني بقى الاستاذ محمد فقال لي انت رايح فين يا طه دلوقتي؟ قلت له والله انا في مباراه راح احكمها يعني. تمام. كنت انا في الوقت ده حكمت مباراتين اتنين بس، منهم مباراة تعتبر بالنسبة لنا تاريخية، افتتاح استاد القاهرة، كان طبعا نادي ريال مدريد مع نادي الزمالك، وعملوا مباراة الساعة واحدة يعني الناشئين استعراضية قبل اللقاء. ايوه الساعة واحدة، في 120 ألف متفرج كان في الاستاد من الساعة واحدة عشان بوشكاش ودي ستيفن طبعا ريال مدريد بقى في الستينيات يعني. فاتحاد الكرة اختارني يعني، كان بقى كابتن علي أنديل وكابتن مصطفى كامل محمود النجوم الكبار دول ربنا يرحمهم، اختاروني حكم للمباراة دي. وبرضه حصل فيها حاجة يعني، وقف كابتن مصطفى كامل محمود وكابتن محمود كامل مساعدين، ففي كرة كابتن مصطفى رفع الراية يعني لمست يد لاعب من المنافس يعني، فأنا شفت اللاعب يعني خلاص في يعني ممكن يسيطر على الكرة اللي هو المنافس يعني، فعملت له حركة بإيدي، كل ده في ثواني طبعا، واللاعب اللي خد الكرة استلمها وشاط وجاب جول، فالجمهور طبعا بيسقف، فالحاج مصطفى حط الرايه هنا كده وراح مسقف لي مع الجماهير. الاستاذ نجيب المستكاوي تاني يوم انا عندي الحكم يصفق لزميله الحكم في المباراه يعني طبعا. فالاستاذ محمد لقيته بيقول لي بقى صوره هو وحضرتك، لا دي بقى كان الكابتن عزت ابو الروس والكابتن محمد ابو العز نجم طبعا الترسانه ومنتخب مصر طبعا، دي كانت في النادي الاهلي اعتزال الكابتن فتحي مبروك، فعملوا فريقين واختاروني انا برضه، اكون بقى كنت انا جاي من الكويت اجازه ان انا احكم المباراه دي يعني، كنت مدرب انا وقتها طبعا تمام. في الكويت يعني، فدي من الذكريات الحلوه برضه يعني حقيقه. وطبعا برضو الكابتن عزت ابو الروس كان لعيب كبير في فريق الستينيات برضو، وانا ليا الشرف ان انا دربته برضو. كابتن عزت برضو من مديرين الكوره الناجحين جدا. يا سلام. اي طبعا. فالاستاذ محمد قال لي طيب يا طه يعني ان شاء الله ده يكون اخر مباراه يعني تبقى حكم فيها، حتى انا ليا استاذ محمد وبحكي له يعني ان في اتحاد الكوره مهتمين بيا ولقوني عندي استعداد ممكن ابقى حكم كويس، فقال لي أنا عايزك مدرب في النادي الأهلي. أنا ما عرفتش أتكلم ساعتها. طبعا مفاجأة. مفاجأة يعني مهما أحكي لحضرتك أنا اللي حصل لي. قلت له مدرب يا أستاذ محمد أنا لسه طالب، قال لي أنا قلت لك كلمة يا طه. النهاردة الخميس، أنت هتحكم المباراة دي نهاية الأسبوع اللي جاي تقول لي أيوه أو لأ. يعني هو شايفك في المكان ده. أيوه. يعني هو يمكن برضه الكابتن طه قال كلمة وهي دي كلمة الأستاذ محمد يعني. قال ان طه الطوخ يعني هو صغير عنده موهبه ونبوغ مبكر، انا بعتبرها شهاده دي، نبوغ مبكر في التدريب. طبعا انا ما استنيتش بقى اسبوع. انا عايز احكي لي بقى لما قال لك كده وسابك ومشي فكرت ازاي؟ خدت قرارك ازاي؟
انت بتحلم انت يعني شايف الامور ازاي؟ انا كانت صعبه بالنسبه لي مدرب في النادي الاهلي برضه يعني لا وجيل مين؟ ايوه العمالقه يعني جيل مين ده العمالقه؟ عمالقه يعني كلهم المايسترو كابتن عادل هيكل الشيخ طه الكابتن فنجيني يعني وطبعا انا بقى اتصرفت كان اتحاد الكوره في الوقت ده يعني ما كانش بقى في المكان اللي هو دي كانت ارض النادي الاهلي الاتحاد الحالي ده يعني اتحاد الكوره كان في منطقه القاهره اللي هي الحاليه في الشواربي شارع الشواربي ده كان اتحاد الكوره كان في مدير الاتحاد في الوقت ده بس اسماء متشابهه اسمه الاستاذ عبد المنعم الديب الله يرحمه يعني وكان صحفي كبير وكاتب حاجه المهم يعني وكان زملكاوي تمام. يعني معروف ان هو عضو كان عضو مجلس اداره في الزمالك واشتغل فتره في التدريب فرحت له فبحكي له القصه يعني هو كان من نوع كصحفي يعني يكتب وسمعني وانا بتكلم كان عنده المقدره دي تمام. طبعا اول مره حساب القلم وقال لي انت بتقول ايه قلت له اللي انت سمعته استاذ عبد المنعم استاذ محمد قال لي مدرب في النادي الاهلي وترد عليا بعد اسبوع قال لك انت متاكد قال لي ما هو في الاول بيقول لي انت صاحي ولا نايم يعني فقلت له والله ده اللي حصل قال لي بكره الصبح انت بتشوف الاستاذ قلت له طبعا كل يوم استاذ محمد يعني تمام استاذنا وكل يوم قال لي بكره الصبح قلت له انا جاي معاك النادي الاهلي يعني ما قاليش لا بقى طبعا يعني قال لي تروح تقول له فانا قلت له فقال لي انت يعني خيار موفق ان انت اخترت الاستاذ عبد المنعم الديب ده شخصيه محترمه قال لي بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني تعمل حسابك بقى وفي فريق الناشئين هتيجي انت بتبقى يعني مدرب لهذا الفريق يعني طبعا حكى لنا بقى قصه ان هو اول ما راح النادي والنادي عرف بقى طبعا كان رئيس النادي احمد عبود باشا ومجلس الاداره في الوقت ده بقى كلهم مشى يعني الاسماء طبعا توفيق باشا خشبه والشريعي بيهم يعني فبيقول جاله الاستاذ عبد المنعم البقال بقى كان اداري طبعا في الوقت ده قال له مجلس الاداره عايزين سيادتك يا كابتن عبده انا بقول كابتن على كلامهم يعني بس هو طبعًا استاذنا طبعا طبعا فعرف هو طبعا فاول ما دخل قال له اتفضل يا كابتن عبده انت قلت فريق الناشئين ده امل النادي ان شاء الله يعني المقدمه كده عبود باشا اللي بيكلمه رئيس النادي يعني تمام فقال له يا باشا اللي انت سمعته هو ده اللي انا اخترته مدرب ان هو طالب في كليه التربيه البدنيه لسه طالب ولعب يعني طبعا لعب واصيب اصابه يعني بالغه يعني كانت منعته من الاستمرار وعنده موهبه كبيره في التدريب وهو ما كملش الكلمه قالوا له طب اتفضل اسمع يعني ما قالوهم اللي انتوا سمعتوه صح وحكى لنا بعديها الكلمه دي بعدين يعني انا بقى حظي الحقيقه بقى فريق بقى ناشئين وبعدين برضو كان نفس الوضع ملعب الاستاد اللي هو الاستاد التتش الحالي يعني الملعب تمام. الرئيسي وده كانت بتقام عليه مباريات الدوري وكل المباريات الدوليه البرازيل والمانيا كانت في الملعب. قبل استاد القاهره طبعا ما مزبوط. كان لسه يعني طبعا فالمهم بقى فيه برضو حظي ان كباتن النادي الاهلي الكبار في الوقت ده وعلى سبيل المثال يعني الامثله يعني الكباتن ابو حباجه كابتن حلمي ابو المعاطي كابتن همامي عاوزين قالوا له يعني في ولد صغير كده مدرب هنروح مركز شباب الجزيره نشوف يعني كانوا بيمشوا من غير ما اشوفهم انا طبعا فبعد فرح جدا انه جم بالاجماع يعني قالوا له الولد ده عنده استعداد وهيبقى مدرب كويس فهو فرح طبعا كنت حضرتك بتدرب ناشئين الالف في المركز جنب النادي عشان الملاعب ايوه عشان الملاعب كنا بالظبط وشافوا بقى طريقه طبعا الشارع ده ما كانش فيه ولا عربيه وقتها ولا عربيه فطبعا برضو كانوا بيمشوا اتنين اتنين زي كلات يعني اتنين اتنين مع بعض يعني بالظبط اشبال بقى صغيرين وماشيين كده منظمين يعني فجم خدوا الفكره من الاول ان في حاجه جديده يعني ايوه وانا في الوقت ده الحقيقه برضو في الفتره دي كان فرق اجنبيه كتيره جدا جت مصر يعني غير البرازيل طبعا في النجوم الكبار لما خدوا كاس العالم 58 جم 9 كنت انا بقى ابتديت طبعا ابقى طالب في والاستاذ بقيت اروح كل التدريبات لاي فريق اجنبي اروح واحضر التدريبات دي برضو مش في بالي اطلاقا ان انا ابقى مدرب انا كل فكره انا ابقى حكم يعني انما ما اعرفش ايه اللي كنت بروح واشوف تدريبات فنفعتني بقى في الحته دي اثناء تدريبي بقى 2000 مع الناشئين في النادي الاهلي
وبعد حوالي يعني ما كملناش شهر الحقيقة، وإحنا برضو في الكلية الأستاذ محمد قال لي يا طه النهاردة أنا عندي شد كده في العضلة الخلفية، فأنت هتمرن الفريق الأول النهاردة. أنا طبعا بعد شهر واحد من تدريب في الناشئين، الناشئين كابتن عبد صالح الوحش بيقول لك استعد يا بطل عشان عندك معاد هتدرب الفريق الأول. أنا أكيد الواقعة والصدمة كانت كبيرة، لكن لازم أخد هنا فاصل وناخد نفسنا ونرجع بقى، لأن عندنا إثارة مش هتنتهي النهاردة. بعد الفاصل نشوف الكابتن طه الطوخي عمل إيه وهو رايح أول مرة درب الفريق الأول للنادي الأهلي، ومين بقى فريق الأساتذة. اللي بتسمعوه ده واللي سمعناه قبل الفاصل كلام مهم جدا. لسه مكمل مع واحد من اساطير النادي الاهلي، واحد من اساطير الكره المصريه، كابتن طه الطوخي، اللي قبل الفاصل كنا بنتكلم وبنقول بعد شهر من تدريب او تدريب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، كابتن عبد الصالح الوحش بيقول له انت اللي هتدرب الفريق الاول. طبعا كانت مفاجاه بالنسبه لي، يعني مفاجاه كبيره جدا طبعا. وحتى حاولت اقول له استاذ محمد في كباتن الكبار، انا لسه بقول له يعني، قال لي يا طه روح دلوقتي المحاضره بتاعتك واول ما تخلص هتيجي معايا على النادي يعني وبتاع. وفعلا طبعا انا قعدت في المحاضره، انا مش عارف محاضره ايه ولا عمال افكر طب همرنهم ازاي يعني الاسماء الكبيره، شايفهم قدامك بقى. ايوه نجوم كبار طبعا واسماء يعني حاجه فعلا. ووصلنا بقى النادي الاهلي، ف عرفت بقى انه هو يعني قال للكابتن صالح سليم كابتن يعني طبعا ان اللي هيمرنكم النهارده طه الطوخي. كان في علاقه لان كابتن طارق سليم كان زميلك معاك في المدرسه السعودية، اكيد كنتوا بتشوفوا بعض وعارفين بعض قبل اللقاء ده بكتير. فطبعا برضو عرفت بقى من الكابتن طه والكابتن ميمي عبد الحميد، لانه كانوا لعيبه بقى طبعا في الفريق يعني. الكابتن صالح يعني قال ان هيمرنا النهارده طه الطوخي وعاوز يعني التزام، اكن الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش هو اللي موجود، هو المدرب يعني في الوقت ده. وفعلا تدريب سبحان الله من وجوههم اللعيبه وهم قاعدين بيسمعوني في الاول يعني برضه انا يعني خدت برضه جزء. احكي لي بقى دخلت ازاي، رحبت بيهم ازاي، رحبوا بيك ازاي، اديت المحاضره بتاعتك ازاي، سخنتهم ازاي، براحتنا خالص. ايوه يعني في الاول طبعا القعده كان في الاول طبعا متعودين في نص الملعب كده بنقعد او احنا واقفين في الاول، وبعدين قلت لهم اتفضلوا استريحوا يعني وبتاع. وابتديت بقى اتكلم يعني ما اعرفش جالي كلام كده من عند ربنا سبحانه وتعالى النادي الاهلي، وعارف انا بطولات النادي الاهلي طبعا. وبعدين في السنه دي النادي الاهلي كان ماشي كويس طبعا يعني في الدوري يعني. وفي الوقت ده ما كانش فيه مدير فني ومدرب مساعد او مدرب عام والحاجات دي، كان الاستاذ محمد عبد الصالح وانا يعني خلاني مساعد معاه بجانب عملي في فريق الناشئين. يعني لقيت طبعا وجوه كده كلهم يعني في يعني تقبل الكلام بتاعي والحاجات دي، وابتدينا بقى على طول يعني قمنا بقى عشان يعني تدريبات نشتغل بقى. ايوه لقيت يعني فعلا اكني بمرن فريق الناشئين بالنجوم الكبيره دي كلها. النجوم يعني الكبيره في طبعا طاعه، في اداء 100%، وفي جمهور بقى استاذ ايهاب طول عمر الملعب النادي الاهلي ده في التدريبات مليان لا يقل عن ايوه يعني اكنها مباراه رسميه. ولقيت الجمهور برضو بيقول طه، يعني المفروض بيقولوا طه على طه اسماعيل كان من الاسماء زي صالح طه يعني. فطه الطوخي يعني جت كده حسيت ان هم ايه طبعا جمهور يعني الاهلي على طول مشجع وسند. والله يعني كان دي برضو ما انساهاش ابدا الحقيقه. وابتدوا الجمهور يعني حتى ان احنا كنا بنخلص تمرين بنمشي بقى من النادي الاهلي ونعدي كوبري قصر النيل مشي طبعا كان وقتها مفيش نركب بقى من ميدان التحرير، يعني الكابتن طه اسماعيل يروح المعادي وانا اروح الجيزه عشان كنت في الجيزه انا في الوقت ده طبعا يعني. فالمهم الجماهير برضو كانت تمشي ورانا بقى، والكابتن رفعت الفناجيلي نجوم كبار طبعا وتشجيع. فطبعا ادتني دفعه دي بقى الحقيقه، ان الاستاذ محمد قال لي كل تدريبات الفريق الاول هتبقى معايا هتبقى معايا تشتغل مساعد معايا بالظبط.
وبرده في الوقت ده ما كانش فيه مدربين لحراس المرمى، ما فيش مدرب حراس مرمى. فشوف حضرتك بقى ثلاث عمالقه في الوقت ده طبعا الكبار، يعني كابتن عادل هيكل، الكابتن الروبي الله يرحمه حسين الروبي طبعا كان عملاق، كابتن مروان كنفاني، زائد بقى الكابتن عصام عبد المنعم وكابتن مصطفى عبد الله في الناشئين. في الناشئين يعني كنت بمرن انا برده حراس المرمى، وبرده في تدريبات الحمد لله مش حكايه شوط كده يعني، وقتها كان في بعض المدربين ما انا بقول لحضرتك كل التدريبات اللي شفتها من البرازيل والنمسا الفرق الاجنبيه، كنت بتتابع وتتابع الفرق لما بتيجي الاجنبيه وتشوف الاساليب اللي طبعا ما كانش فيه وسائل طبعا التقدم اللي احنا فيها دلوقتي، لا 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 طبعا وتشوف لقطه فيديو وده يبعت لك كذا او حتى تشوف صوره، لا ده ما كانش او تاكتكس على 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 خريطه او حاجه، ما فيش فيش طبعا. والتلفزيون المصري ما كانش فيه برنامج رياضي في الوقت ده ولا تدريبات، فالحمد لله يعني استمر الموضوع ده. والسنه دي بقى النادي الاهلي فاز ببطوله الدوري العام وكاس مصر، والبطوله طبعا اللي هو الكاس اللي مش هيتكرر تاني اللي هو بطوله الجمهورية العربية المتحدة اللي هي بين بطل مصر وبطل سوريا طبعا. كان أهلي مصر وأهلي دمشق يعني، والكاس ده موجود في النادي طبعا، موجود في النادي ويمكن بيعرضوه في أكثر من لقاء يعني، ده كاس ما يتكررش تاني طبعا. حتى اللعيبة الكبار كلهم كابتن صالح وكابتن طارق وكل اللعيبة كان دايما يدخلوا مكتب مدير النادي، كان محطوط في وقتها يعني لانه ما كانش ليه مكان في الدواليب اللي هي انه برضه حجمه كبير شويه جدا، ايوه ما يتكررش تاني. وبعد كده بقى طبعا جت مباريات بقى بنفيكا مثلا وطبعا الاستاذ محمد برضه خلاني معاه، وكان حاجه برضه دي يمكن ما حدش يعرفها، الكابتن صالح سليم كان عنده اصابه في عضله الفخذ الاماميه فالاستاذ محمد يعني قال لي على بعض حاجات اعملها انا مع الكابتن صالح تمام تجهزه تجهيز تمام، وفعلا يعني الامل ضعيف جدا كان انه يشترك في هذه المباراه بالظبط، انما الحمد لله المده ورجعت العضله يعني لوضعها الطبيعي ولعب هذه المباراه. وطبعا معروف ان النادي الاهلي استعان بالكابتن محمد بدوي لاعب النادي المصري البورسعيدي ولعب في هذه المباراه، وكان بقى من النجوم بقى طبعا يعني الصغيرين بقى كابتن ريعو بقى طبعا يعني من نجوم النادي الاهلي اللي لعبوا المباريات الكبيره دي. وطبعا في بقى مباراه احكي عليها برضو اللي هي بطوله الدوري العام، بطوله الدوري دي كانت برضو من الحاجات اللي كانت بالنسبه للاستاذ محمد صعبه جدا في الوقت ده. ده موسم بقى 62 كده 61 62 ايوه، كان طبعا المباراه النهائيه كان اخر مباراه في الدوري الاهلي والزمالك على ملعب الزمالك في 100 عقبه بقى الملعب اللي هو كان خلاص الملعب الحالي اللي بيتلعب فيه الدوري يعني تمام، وكان الزمالك يكفيه تعادل يعني عنده فرصتين التعادل او الفوز طبعا تمام. وبعدين في اصابه بقى الكابتن صالح سليم برجله في الجبس يعني كان عنده كسر، وبعد لقيت الاستاذ محمد من بدايه الاسبوع قال لي يا طه احنا انا هشرك ثلاثه من الناشئين والثلاثه مهاجمين يعني في المكان اللي هو اللي هيسيب، هم لسه صغيرين ولعبوا ماتش كبير زي ده وماتش نهائي دوري مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك ال11 لاعب يعني تقريبا منتخب مصر كله على سبيل المثال مين كان في الزمالك في هذا التوقيت يعني في الهجوم بقى طبعا كان في الكابتن حماده امام كباتن كلهم طبعاً. يعني علي محسن عفت طبعا لما راح ساب النادي الاهلي وراح طبعا، احمد رفعت قبل ما الله يرحمه قبل ما يلعب في المدافع نجوم. كان نجوم يعني كابتن سمير قطب، كابتن عبد نصحي طبعا يعني صواريخ معروفه الظهير الايمن اللي كان سابق عصر كابتن يكن هو كان كابتن النادي طبعا، كابتن محمود حسنين كستوبر، كابتن احمد مصطفى، كابتن ابو رجيله، وحارس مرمى الدو ده كان من حراس المرمى يعني المميزين الدو جابوا شاهين يعني أيوة ناس أيوة اللي بنتغنى لهم ايوه بالظبط كده. فقال لي انا هشرك بقى ثلاثه وهيبقوا معانا في التدريب يوميا كباتن بقى علو مطر والسايس وريعوا. شوف حضرتك بقى ثلاث مهاجمين يعني ما فيش اسم كبير بقى ولا الجوهري ولا مثلا كابتن صالح سليم كان في اصابات اصابات ايوه فاضطريتوا تاخدوا قطاع الناشئين بالظبط كده. وبرده عمل حاجه برده الاستاذ محمد، كان دايما الكابتن رفعت الفناجيلي بما له يعني كان موهوب موهبه
يعني انا بقولها الصراحه من الستينيات لدلوقتي. والكلام ده كان نفسي برضو يعني الكابتن طه اللي لعب معاه، كابتن مصطفى رياض في منتخب مصر، كبات النادي الزمالك الكبار كلهم اللي لعبوا معاه هيقولوا ما شفناش. طبعا في صور ايه برضو للذكريات دي بقى، كانت في كليه التربيه الرياضيه، ودي استاذ محمد عبد الصالح على شماله، اثنين من نجوم طنطا، نادي طنطا كانوا منتخب مصر، الكابتن ابو عياشه والكابتن ابراهيم توفيق. منتخب مصر كان كل الفرق كان فيها لعيبه في منتخب مصر. أيوه ما كان ساعتها اهلي وزمالك بس. لا لا كل، انا شوف حضرتك اخر واحد على الشمال هنا الكابتن زقلط، ربنا يديله الصحه، اللي يسموه زقلط طنطا يعني اسمه، وقبليه سمير قط وطه طوقي، كابتن عادل هيكل، كابتن طه اسماعيل، اللي قاعدين اول واحد على اليمين ميم عبد الحميد ربنا يشفيه، شحته الاسماعيلي، عادل الجزار بورسعيد. يعني دي بقى وسببها الصوره دي ان الاستاذ محمد عبد الصالح كان ابتدى يعمل اول كتاب في كره القدم، فجاب بعض النجوم اللي هم عندهم مهارات عاليه، يعني واحد مثلا بيشوط كويس طبعا، الحركات الاستلام الكوره او يعني، فكانت الصوره دي الحقيقه من الصور برضو اللي حلوه، الالفه والعلاقه اللي كانت بين الاجيال المحترمه والعظيمه. انا 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 حابب الكلام ده، كل الاجيال اللي بتشوفنا تتفرج وتسمع هي دي كره القدم، يا سلام، هي دي الرياضه. الرياضه ايوه، انا دايما بقولها يا استاذ ايهاب، يعني بقولها باستمرار وبكتبها باستمرار، الرياضه اخلاق طبعا قبل ان تكون بطوله طبعا. بس يا رب، وانا بقى ساعات بقول في الاخر جمله قول ولا حياه لمن تنادي، ان شاء الله هيكون، انما يا رب ان شاء الله. انا من النوع المتفائل جدا جدا، ويا رب ان شاء الله في القريب العاجل. يعني صعدتوا ثلاث ناشئين في مركز راس الحربه بالظبط، في غياب نجوم الاهلي الكبار على راسهم الكابتن صالح سليم اللي كانت رجليه في الجبس. تمام. واثناء المحاضره بقى الاستاذ محمد بقى بيقول المحاضره اللي هي قبل المباراه طبعا، وزي ما قلت لحضرتك المباراه في ملعب نادي الزمالك. تمام. وبعدين برضو كان زي ما قلت لحضرتك خلى رفعت الفناجيلي الكابتن رفعت الفناجيلي، حتى انا لما كنت اقول له يا كابتن يقول لي انت مدربنا، ما تقوليش يا كابتن، اقول له ازاي انت، لانه كان اكبر مني طبعا. فالمهم يعني خلى بقى الكابتن رفعت يعني اثناء التدريب يديهم يعني نصايح من عنده. كان زي معسكر داخلي كده، ما كانش فيه معسكرات طبعا، بتتجمعوا على الماتش على طول، ما فيش حاجه بقى ليله الماتش نروح نبيت حتى. لا لا ما فيش في مكان ولا، كل واحد يجي من بيته من بيته، وفي في لعيبه بقى تعدي على بعض نتجمع في مكان معين. ايوه كان في لعيب مثلا معاه عربيه يجيب زمايله، ولا كله كان بيركب مواصلات؟ لا ما فيش، هو الكابتن صالح بس اللي كان عنده عربيه في الوقت ده. طبعا هو كان ساكن في الدق يعني قريب، وكان يعني مع طارق يعني وكابتن عبد الوهاب ربنا يرحمه، اخوات يعني مع بعضهم. فالمهم فلقيت الكابتن رفعت بعد ما خلص المحاضره يعني بيقول له ممكن اقول حاجه؟ قال له اتفضل يا رفعت. فقال له انا النهارده هجيب جول على شمال الدو. ويعمل بيده كده، كان ليه حركه. فكان قاعد مدير النادي في الوقت ده العقيد مع محمود لاشين طبعا، مدير كان العاب قوى يعني مشهور طبعا. بدل الاستاذ امين شعير في الوقت ده فتره يعني. تمام. حتى هو رد قال له يا رفعت في النص على يمين، وقال له بقول لك، وقعد يكررها، هجيب جول على ويعمل بايده كده هنا، هو على الشمال، على شمال الدو. قال له خلاص يا رفعت انا هدي لك 10 جنيه. طبعا 10 جنيه وقتها 10 جنيه يعني يعني زي 10,000 جنيه دلوقتي مثلا. قال له وبعدين بقى كابتن لاشين قال له لا يا رفعت هنكسب ان شاء الله، هدي لك 50 جنيه 50 غير المكافاه بقى بتاعت النادي يعني والحاجات دي يعني. حتى قبل بقى ما اللعيبه رايحين بقى يستعدوا بقى عشان نروح على نادي الزمالك، فكابتن رفعت والله سالني يوميها قال لي يا طه انت عارف انا ليه قلت لهم كده؟ قلت له لا والله يا كابتن، الصراحه ما جاتش في الوقت ده يعني. تمام. قال لي طبعا انا الكابتن دلوقتي عشان الكابتن صالح، مش هو كان كابتن بقى الفريق يعني، وشايف الاولاد دي بيقول عليهم اولاد بقى بالنسبه له طبعا، وشهم اصفر مخضوضين فهي فعلا يعني زي ما تقول علم النفس الرياضي يعني، شجعهم انه هيجيب جول، وطبعا هيصدقوه بقى يعني طبعا، ادت يعني شكل وبيقولها بثقه وبارتياحيه. بقول لحضرتك كررها اكتر من مره. ورحنا بقى في النادي طبعا اول ربع ساعه الحقيقه كان بقى لعيبه نادي الزمالك ويمكن في الوقت ده ليهم الحق بقى يعني ضامنين هيكسبوا المباراه دي يعني بسكور كمان يعني مش مكسب وبس يعني. هو اول ربع ساعه كان فيه هجوم، وكابتن عادل الهيكل يعني كان متالق. وبعدين بقى شال ضغط المباراه في الاول الكابتن عادل الهيكل ربنا يديله الصحه يا رب ان شاء الله.
وبعدين بقى يعني كرة كده من ناحية الشمال من ناحية اليمين كورنر، كابتن ريعو بقى كان بيمتاز بقى باللعب برجل طبعًا. الشمال طبعا، والكابتن السايس بقى كان العمالقة في الدفاع، كابتن بقى أحمد مصطفى وكابتن حسنين وبرجيلة وكابتن يكن وألدو طبعًا. وفي وسطهم راح داخل بدماغه سجل الهدف الأول وناشئ ولسه أول مباراة مع بطولة الدوري مع نادي الزمالك طبعا يعني. وحضرتك بقى جمهور النادي الأهلي ابتدوا بقى بسرعة كده أغاني لريعو مثلا مش عارف ريفو عمل له صداع في دماغه دي هاتوا ريفو يعني في يعني أغاني على طول في ساعتها تشجيع. وبعدين تقريبا بعد ربع ساعة كابتن طارق سليم تقريبا من حوالي 30 ياردة كان وقتها ياردة بقى مش متر الجول الثاني انتهى الشوط الأول 2-0 لنادي الأهلي يعني. واخر ربع ساعه كابتن رفعت الفلكيلي قاعد يعني عايز يحطها على شماله والله وشاطها وجابها على شمال ارضه. كان عنده مقدار راسه لعيب بقول لحضرتك ما يتكررش تاني. ويمكن بمناسبه اقول حاجه برضه اتفضل يعني درس عملي اتفضل قلتها كتير والله الاستاذ عبد الصالح كان بيديله يعني بيديله امكانيات في اللعب يعني كمدرب داخل الملعب في بعض حاجات معينه لأنه هو كان من نوع لو استلم الكرة صعب أي لاعب ياخدها منه لا يمكن ياخدها منه يعمل معه فاول هو عاوز كده طبعا وخاصة مباراة مثلا باقي 10 دقايق أو 5 دقايق والنادي الأهلي فايز 2-1 أو 1-0 محتاج حد يمسك الكرة في الملعب هو بقى وكان أي لعيب ياخد الكرة بيديها للكابتن رفعت وهو ياخد المكان بقول لحضرتك الربع ساعة دي ما تحسش بيها يحافظ وياخد ويدي أيوه والمباراة تنتهي يعني بالفوز طبعا يعني سواء في منتخب مصر أو النادي الأهلي. وده درس برضو لبعض الفرق اللي بيبقى كسبان 3-0 وبعدين تبص حضرتك تنتهي 3-3 حصلت في الدوري السنة دي أكتر من مرة طبعا يعني حتى مباراة المنتخب الأخيرة مثلا احنا فايزين 1-0 وجي فينا جولين في 3 دقايق اللي هم في الوقت بدل الضايع دي 91 للدقيقة 94 يعني شوف حضرتك برضو دي طبعا اسباب طبعا التاريخ اللي حضرتك بتحكيه اتكرر كتير مع النادي الاهلي واتكرر مع ناشئين كان منهم الكابتن طارق خليل برضو لما خدوا فرصتهم وقدروا برضو يكسبوا نادي الزمالك بالظبط كده. وطبعا بقى فدي ادت بقى طبعا للنادي الاهلي بقى طبعا اللعيبه خدوا يعني ثقه كبيره جدا طبعا من وبطوله الدوري وبعديها بطوله الكاس فكان يعني موسم كان الحمد لله يعني يعتبر من المواسم الممتازه بالنسبه للنادي الاهلي. بدايه طبعا موفقه لحضرتك وجود دخولك على الفرقه ببطولات وبهذا الاداء وبتصعيد عدد من الناشئين اللي يبقى لهم شان ده اكيد كان ليه رد فعل محترم. الحمد لله وبعدين نفس بقى الفريق اللي انا كنت بدربه بقى يعني برضو الناشئين بقى لعبنا مباراه نهائيه على ملعب نادي الترسانه مع نادي الزمالك برضو. كان من اشهر اللعيبه في الوقت ده في الجيل بقى دوت كابتن شريف مدكور طبعاً لعب في الفريق الأول بعد كده طبعاً مع الكباتن الكبار وبرضو يوميا كسبنا 2-0 برضو كانت نتيجة برضو فدي كانت برضو وأنا داخل النادي لقيت بقى رمز النادي الأهلي الكبير طبعاً في صورة للكابتن صالح سليم عامل لحضرتك إهداء يعني دايماً كاتب إلى أخي طه طوقي مع حبي وتقديري انا سافرنا رحله هقولها في الاخر يعني ساعات كان بيقول لي برضو يا كابتن طه قدام اللعيبه وانا بقى مكسوف طبعا اقول له يا كابتن بعديه يقول لي لا انت مدربنا دلوقتي بره النادي بقى اقول لك يا بوتي زي ما بقول لي طه اسماعيل يعني يا طه ما فيش مشكله ودي طبعا برضو من كان في ملعب النادي الاهلي طبعا برضو فدي من الحاجات اللي انا بعتز بيها طبعا ماشي النجم الكبير طبعا الكابتن صالح الحمد لله. فجت بقى رحله للنادي الاهلي رحله ليبيا بقى رحله ليبيا فيعني دعوه للنادي دي بقى الأهلي. كانت نقله لحضرتك لان حضرتك يعني هسيب حضرتك طبعا تحكي لان الحدوته دي معايا لكن عايز اسمعها من حضرتك. اللي حصل بقى ان لما جت الدعوه ديت فوجئت برضو الاستاذ محمد يعني كان مسافر المانيا عنده دراسات تقريبا لا بالعكس والله كان في مصر يعني اعتذر وقدم يعني لمجلس الاداره قال لهم ان اللي هيسافر مدرب للنادي الاهلي طه الطوخي. كان في ثقه كبيره في حضرتك. يعني الحمد لله يعني الحقيقه مهما اتكلم مش هقدر اوفي حقه الحقيقه وطبعا دايما بقولها الفضل لله سبحانه وتعالى ثم ليه هو ان انا ابقى
مع حضرتك النهارده في قناه الاهلي. انا الفخور وبتشرف ان انا قاعد مع حضرتك. الله يخليك. طبعا وحضرتك بتسرد هذا التاريخ العظيم. تسلم يا حبيبي. اتفضل يا كابتن. وفعلا قرر بقى وكان رئيس البعثه الكابتن برضو من كباتن النادي الاهلي الكبار كابتن محب يوسف كان عضو مجلس اداره. وفي حاجه برضو كابتن حلمي ابو المعاطي كابتن مصر وكابتن طبعاً. النادي فالاستاذ محمد قال للكابتن محب قال له يعني انا مش عاوز كابتن حلمي يقعد جنب طه في الملعب لانه طبعا طه صغير ومؤدب يعني لو كابتن حلمي قال له اي حاجه مش هيرد عليه يقول له احنا عايزين راجل يعني ياخد دوره بالزبط. كمدرب بقى بالظبط انا عرفتها بعدين برضه لقيت الكابتن محب قال له خلاص مالكش الكابتن حلمي هيقعد جنبي معايا في الـ في الـ في المدرجات فوق في المقصوره فوق يعني ولعبنا فعلا المباريات كان في برضو اكتر من لاعب من الكبار بقى يعني الكابتن طلعت عبد الحميد كابتن عوضي كان اكبر مني في السن وبعدين بقى كابتن سعيد ابو النور وكابتن ريعو والروبي ومصطفى يعني برضو فريق الاول طبعا فؤاد ابو غيده محمدين الله يرحمه كان لعيب كويس قوي فؤاد ابو غيده طبعا من المدافعين الكبار يا سلام كان بيزيد بقى واحلى كور عرضيه ويدخل أيوة بدماغه أيوة طبعا فالمهم يعني انتهت الدورة البطولة دي أو يعني المباريات الودية دي ورجعنا بلا هزيمة خالص الحقيقة مباريات برضو واللعيبة الصغيرين في كان في علي منصور برضو كان لعيب ممتاز جدا طبعا. جدا في الوقت ده المهم جيت بقى على السنة اللي هي بتاعت التخرج بقى يعني وصلت بكالوريوس كل ده وانا لسه طالب كل التاريخ ده وحضرتك طالب, طالب في كلية التربية الرياضية تمام وبعدين بقى في كان يعني برضه ليه تاريخ كبير جدا بالنسبه لكره القدم في مصر الاستاذ جلال قريطم ده اسم طبعا يعني رياضي مهما اتكلمت برضه طبعا. الحقيقه وهو كان عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وهو اصله كان لاعب دولي واولمبي وفي نادي الزمالك طبعا جلال قريطم بقى وفكره مشروع منتخبات المدارس يا سلام مظبوط كده تمام مراكز تدريب زائد مدربين الاجانب يعني اللي ابتدوا يجوا مصر كان في السنه دي من يوغوسلافيا كان طبعا يوغوسلافيا قبل ما التقسيم طبعًا. بتاعها كانت مستوى عالي جدا في كره القدم طبعًا. المجر ايضا كانت يعني من الفرق العلامات طبعا مدرب اي فجاب بقى مدربين لكل الانديه المصريه يعني جاء النادي الاهلي عندنا اكتر من مدرب وانا برضو كان ليا الحظ ان انا اكون معاهم يعني اتواجد معاهم ايوه بس في زي ما الكابتن طه قال برضه انا الحقيقه يعني السنه بقى اللي هي بعد الدوري اللي خدناه دوت الاستاذ محمد سافر الكويت. يعني جات له اعاره كمفتش تربيه بدنيه وسافر الكويت يعني. فالنادي الاهلي تعاقد مع مستر بروشيتش اللي الكابتن طه قال عليه. يوغوسلافي. يوغوسلافي. وده من احسن ومن يعني مهما اقول المدربين اللي في الوقت ده عالمي فعلا يعني. يعني درب برشلونه، درب اليوفنتوس، الميزه اللي فيه انه اتعلم اللغه بتاعه البلد لان هم طلبوا منه قبل ما يمضي ان هو يوغوسلافي قالوا له هندي لك شهر مثلا عشان تتكلم ايطالي مثلا بالنسبه ليوفنتوس هو في حوالي اسبوعين كان نبيه جدا اتكلم احسن من الطلاينه نفسهم يعني فبرشلونه محترف جدا حتى قال ان كان معاه زوجته يعني قال مش هخليها معايا يعني عشان ما اتكلمش يوغوسلافي معاها ما تعرفش هي والمهم فجه النادي الاهلي في الوقت ده الحقيقه بقى كان يعني ابتدى مستوى النادي الاهلي ليه لان هو عاوز يعمل تجديد بقى في طريقه اللعب كان في بعض اللاعبين سنه الكوره بقى أيوة ولا في جيل خلاص أيوة وعايز تطعم وتعمل بالظبط جيل جديد بالظبط وحتى مره برضو قال طلب حاجه اللي هي بتحصل السنين الاخيره دي يعني قال مثلا ممكن نجيب مصطفى رياض والشاذلي من الترسانه نجيب شحته ورضا من الاسماعيلي طبعا طبعا استاذ امين شعير انا فاكر من الاهلي طبعا وقصه الكابتن رضا كان حصل فيها ايوه والنادي الاهلي كبير جدا والنادي الاهلي ما عملش اي مشكله طبعًا. ده جايب الاستغناء بتاعته طبعا وكان بس ما رضيوش ورجعوه تاني طبعا أيوة. القصص التاريخيه العظيمه مش هيقدر ينساها دي طبعا طبعا فالمهم فالنتائج ساعتها ما كانتش كويسه الحقيقه فهو طبعا قال لهم السنه دي هتمر كده انما انا شايف في ناشئين كتير وفي لعيبه السنه الجايه ان شاء الله هيبقى ليهم وضع تاني يعني ادام ما فيش دلوقتي يعني انتقالات للعيبه او تقدروا تجيبوا المهم حصل حاجه بقى في الوقت ده في السنه دي كان في استعداد لدوره طوكيو الدوره الاولمبيه يعني
كنا احنا بقى لعبنا، كان في مدرب في النادي الاهلي، مدرب يوغوسلافي في النادي الاهلي، واختارني معانا مساعد مدرب برضه. تمام. وعملنا التصفيات كلها، وكان اخر ماتش، اخر ماتشين يعني اللي يتأهل فيهم يروح الدوره الاولمبيه، كان مع السودان. السودان كان فريق قوي جدا في الوقت ده طبعا. فكسبنا هنا في القاهره 4-0 طبعا، فالنتيجه ادتنا هناك طبعا يعني في. فزي ما الكابتن طه قال، هو كان المدرب ده يعني بيحب التورته والحاجات الحلوه. فطبعا لما رحنا وصلنا السودان في شهر ابريل 64، يعني انا في حياتي ما شفتش حر زي اليوم اللي نزلنا فيه. فلقيته بيقول لي مستر توهي، التورته ساحت خلاص. قبل ما يقول التورته بيقول لي مستر توهي، كان يقول لي توهي. انا عايز برنيطه. طبعا جبنا له برنيطه بقى من السودان، فاللعيبه شافوه. يعني بقت حاجه كوميديه بيضحكوا يعني. هو من الحراره قال حاجه ونفعتني انا الصراحه. قال لي مستر توهي انت مدرب انا كوتش. هو عاوز يقعد في الظل بره. هو عايزك تنزل تساقى اللعيبه في الشمس. طبعا انبسطت وعملت الحاجه اللي هي تليق يعني بالجو ده يعني. واللعيبه انبسطوا جدا. طلعنا كان يوم، والله يا استاذ كان يوم الاربع والمباراه الجمعه. درجه الحراره دي حاجه يعني لا يصدقها عقل. فكان رئيس البعثه بقى معانا يوسف بيه الشريعي، يعني كان هو المسؤول عن المنتخب. فبيتفق مع رئيس الاتحاد السوداني يعني نلعب المباراه الساعه 8 بالليل. قالوا لا انتوا، احنا لعبنا في القاهره الساعه 3، هنا الساعه 3. على اساس برضو درجه الحراره عايز برضو ميزه لي، ميزه كبيره. يوم الخميس يا استاذ إيهاب، يوم الخميس حسينا في حاجه كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. في هواء بتراب كده بيسموه الهبوب كده في السودان، محتاج شوط مطر. ده بقى اما طلع كده نفس السودانيين قالوا انتوا عاملين سحر. ليه؟ قالوا درجه الحراره هتنزل 20 درجه بعد الهواء ده. 20 درجه. تاني يوم الجمعه الجو من اجمل ما يمكن. وطبعا تأهلنا احنا يوميها، تعادلنا 3-3 الحقيقه. يعني كنا كاسبين 3-1، المهم انتهت المباراه 3-3 يعني. وكان ليه موقف هو قبل، انا بقى قلت له قبل المحاضره، قلت له مستر، كان اسمه هروفاتيك. قلت له مستر هروفاتيك، طبعا انا ما اعرفش يوغوسلافي. هو ولا انجليزي ولا فرنساوي. تمام. بس هو كان بيسميني الرادار، ان انا بفهم، انا عارف هو طبعا. ايوه. قلت له انا هقعد معاك وتقول لي كل حاجه والفريق اللي هي ان شاء الله بكره يلعب والحاجات دي كلها. فزي ما قال بقى الكابتن طه واحنا بنتغدى، الكابتن ابو رجيله انت عارف دمه خفيف يعني، ربنا يديله الصحه وخفه الدم. فكان في طبق جيلي كده. المفروض ده الطبق ده بتاع المدرب، فهو خده كده كله، والطبق الثاني محطوط الناحيه الثانيه. وعجبه بتاع المدرب اكيد برضه مميز شويه. ايوه. فلقيت مستر هروفاتيك بيقول لي قبل ما تقول المحاضره تقول لابو رجيله ازاي ياخد الجيلي بتاعي دوت. هو قال لي كده، انا دخلت الاوضه قفلت بالمفتاح وقعدت اضحك وعينيا تدمع من الضحك، ازاي اقول للعيب. المهم والباب يخبط، فتحت لقيت طه اسماعيل والشربيني. مالك يا طه؟ ما رضيتش اقول لهم طبعا. لقوا عينيا بالدم، قلت لهم انا شرقت ومش عارف، قلت اي كلام. والحمد لله عايز تعدي الموقف. ايوه. جينا بقى في المحاضره، فانا حاولت ايه ما ابصلوش بقى، رحت عامل جنب كده بحيث عايز اقول لك انت بلغته ولا لا. المهم ابتديت اتكلم، ان شاء الله هنكسب بكره، كلام بقى اللي هو في الاول يعني تحفيز بقى. ايوه. دوري طوكيو في اليابان وان شاء الله مصر تمسك. فلقيته كل شويه، انا ما قلتش ابو رجيل يخبطني يعمل لي رجله حركه كده، وانا ابتسم اكني مدرب كبير بكلم منتخب مصر يعني. المهم خلصت الكلام، وان شاء الله اللي هيمثل مصر بكره، ورحت قايل للفريق اللي هيلعب والحاجات دي كلها. لقيت هو بقى برضه بنرفزه، مستر توهي هو اي جيلي نو، هو قال كده. انا وقعت في الارض من الضحك. انت بس اللي فاهم القصه. بس اكيد بقى الكابتن ابو رجيله لقط هنا، اتلموا عليا بقى. ايه في؟ قلت له يا محمود على ابو رجيله. بقول له قال لي نعم يا كابتن. قلت له انت خدت الجيلي امبارح بتاع مستر. طبعا الكابتن طه ضحك وقال له، قالوا له بالعربي كام كلمه ما يعرفش حاجه خالص يعني الصراحه. وانبسط ان انا قال يعني اكن انا قلت له ايه ازاي تاخد يعني جيلي قبل مستر هروفاتيك. وعدت يعني، واول ما رجعنا طبعا اتحاد الكره شالوا بقى من حكايه المنتخب، وحتى النادي الاهلي كمان
بس مواقف ما تتنسيش. مستر بروشيتش ايوه مستر بروشيتش بقى قالوا له بقى انت هتبقى يعني اعمل حسابك تبقى مدرب منتخب مصر عشان دوري طوكيو يعني. طيب انا عايزك تستقبل تليفون حضرتك اللي تستقبله مع بطل وقع من اللي انت حكيتهم. قول الو وشوف معانا مين. الو انت على طول كده هتفضحني. كل ما تقعد في حته تفضحني يا كابتن طه. يا كابتن يا حبيبي يعني ده ذكريات ما نقدرش ننساها دي يا كابتن محمود يا حبيبي الله يخليك. انت كان على ايامنا كان في جيلي يا كابتن طه. ربنا يخليك يا كابتن محمود ابو رجيله. بنرحب بيك وبنحييك حبيبي قيمه كبيره وحشنا يا كابتن. واحد من اساطير الكره المصريه اساطير نادي الزمالك والزمن الجميل. بس ازاي كان في جيلي ايام يعني الايام دي ما اعتقدش اللي كان في جيلي. كابتن توخا بيقول ايه الجاكيت ده جامد قوي قوي قوي. يبقى كابتن ربنا يبارك في حضرتك ربنا يدي لك الصحه ودايما بنعتز بيكوا بنعتز بالنجوم الكبار. انتوا كاتبين اساميكوا في ذاكره كل المصريين في ذاكره كل المتابعين باخلاقكم باحترامكم بالكلام الجميل اللي بيقوله كابتن طه الطوخي والذكريات الرائعه بوجودك وانت معانا على قناه الاهلي. بترحب بزميل العمر وايه حكايه الجيلي بقى؟ لا اولا هو زميل عمر لكن في اي وقت من الاوقات لازم يطلق عليك كابتن طه الطوخي. الله يخليك يا حبيبي. مهما كان في نفس المستوى او مثلا انا كنت واحد من اللي بتفرجوا عليه في اشبال نادي الزمالك ايام ما كان معانا زمان ودربنا في المنتخب لكن يفضل طول عمره الاحترام واجب الحمد لله. لواحد كبير زي كابتن طه الطوخي له بصمه ده عندنا في البيت الصوره دي. انا عندك انت في البيت يا كابتن. كنت أيوة. انا عامل عمليه كابتن الخطيب. ايوه كان كابتن الخطيب عمل ايه في حاجه هقولها لك قبل ما كابتن طه مصطفى رياض ده المجموعه دي كابتن الخطيب طبعا كان رئيس الجمعيه بتاعتنا شرفي طبعا. وبعدين بعد ما سلم على الناس كلها وسلم عليا وجاي ماشي خدني في الاوضه كده وراح كاتب شيك. ففكرت ان الشيك ده ليا. بعد ما فتحت الشيك لقيته للجمعيه. قلت له ليتك ما جيت. فشيت كابتن ابو رجيله. كابتن محمود ابو رجيله معروف بخفه ذله. يا سلام. يمكن انا كنت مع الكابتن الخطيب والاستاذ يعقوب السعدي وزورنا برضه كابتن ابو رجيله في بيته. كان يوم جميل. وشفنا قد ايه الحب اللي موجود. الدنيا كلها حبيبي. قمه في الاخلاق والادب. كابتن يعني كابتن طه الطوخي وكابتن ابو رجيله اثنين من عظماء الكره المصريه وانتوا شايفين الساحه واللي بيحصل فيها دلوقتي وبتحكوا الكلام الجميل وربنا يديكوا الصحه وتعلموا وتفهموا اجيال يعني بتشوفوا الامور دي ازاي؟ احنا ماشيين في خط السير ان احنا لازم نحافظ على نفسينا ولازم نحافظ على قدرتنا في 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 عملنا ولازم نحافظ على تاريخنا لان احنا نعتبر من القدامى قوي. يعني انا دخلت نادي الزمالك سنه 56 كابتن طه الطوخي يمكن قبل مني مثلا باربع سنين بخمس سنين ست سنين. انا جيت لقيت كابتن طه الطوخي مع عمالقة كرة القدم مع الكابتن رأفت مع الكابتن يكن مع عصام بهيج مع علي بكر مع ألدو ستيلا مع الناس ديت لكن عاملونا كصغيرين أنا والمرحوم الكابتن أحمد رفعت والكابتن حمادة إمام وفاروق السيد ومنير كمال عاملونا معاملة يعني لما تجيني الفرصة يقعد معاك ويقول لك تعمل إيه. يعني نجاحاتنا سببها الناس الكبار دول. فأنا لما بشوف الكابتن طه الطوخي من بعيد من 10 متر و 15 متر لازم اقف واسلم عليه وابوس دماغه لان انا كمان يعني غير ان انا شفته وهو بيلعب كمان اتشرفت وهو مدرب وبعدين جه بقى يشتغل في حتت زي منتخب الكويت زي منتخب السعوديه كان في نادي الهلال كان ما بنخلص بنقعد مع المرحوم زكي عثمان وكان الكابتن رافض ماسك نادي الرياض
فإحنا مش بنقول زمايل، إحنا عيلة. فعلا. عيلة. إحنا عيلة. صح. لأني ساعات أنا والله العظيم ثلاثة أقول ده إحنا ولادنا شبه بعض يا جماعة. فإحنا اللي سايد دلوقتي إحنا ما نقدرش عليه أو ما نقدرش نخش عليه. ليه؟ لأن إحنا عايزين نحافظ على كيالنا، عايزين نحافظ على إن الناس بتحبنا، لأن إحنا عملنا تاريخ في كرة القدم وعملنا تاريخ في التدريب. يعني طبعا. عملنا تاريخ وإحنا لعيبة وعملنا تاريخ، ورغم هذا نحن ما بنتكلمش على نفسينا. لكن أنا عايز أقول لك حاجة، أقسم بجلالة الله أنا من سنة 56 في نادي الزمالك، لعبت من سنة 56 حتى 70 في نادي الزمالك من بعد الحرب. تمام. وبعد كده اشتغلت مدرب تحت المعلم الكبير الكابتن طه، تعلمت منه حاجات وكنت بروح اتفرج عليه واتفرج على الكابتن طه اسماعيل واتكلم اتفرج على الناس ديت لغايه لما لحست تراب الارض عشان ابقى مدرب كويس. بس عايز اقول لك حاجه بقى، ان الجمعيه اللي احنا عاملينها دي شهرتني اكتر ما انا لعيب كره قدم. دور الانسان الكبير اللي حضرتك بتقوم بيه مع النجوم الكبار، جمعيه قدامى اللاعبين المصريين، لما جيت بالبيت انت ومع الكابتن محمود الخطيب والناس دي، الحب والدعوه اللي الناس بتدعينها طبعا الحمد لله نتيجه ان احنا بنحاول بقدر الامكان. يعني احنا النهارده كان عندنا اجتماع للجمعيه قدامى اللاعبين. ليه؟ لان احنا دخل علينا 15 لعيب جديد، عايزين نفحص الاوراق بتاعتهم ونشوفهم ما لعبوا فين وكده عشان ندخلهم معانا، عشان تبقى عدد الناس 150 فرد. 150 فرد من اللعيبه القدامى. وعمنا الكبير ده وشعر ابيض الجميل اللي قاعد قدام منك ده اتكرم من قيمه شهر ومن قيمه السنه اللي فاتت، وكان مش المفروض يتكرم، تتاخر عليه التكريم. لكن انا فرحت جدا 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 لما شفته مع المجموعه القديمه اللي اتعملت مع الكابتن محمود الخطيب. عملنا حفله من فتره دخلنا فيها 28 واحد في الم... في ال... في في الحفله من المدربين اللي ما فيش حد شافهم خالص ولا بقالهم كتير بعيد عن فانا بقول لك الجمعيه دي عملت لنا شهره والله. انا بقول اكتر من يعني انا اشتغلت وجبت بطولات وانا لاعب، واشتغلت وجبت بطولات وانا مدرب، وفي حتت كتيره انا اشتغلت في السعوديه واشتغلت في الامارات طبعاً واشتغلت طبعاً في سوريا واشتغلت في اليمن واشتغلت في البحرين واشتغلت في قطر. كل المواضيع دي كلها انا نسيتها طبعا، لكن موضوع الجمعيه لما بيبقى في واحد حضرتك بتتكلم عليه ده تعبان وقربان ومش عارف ايه، لا وايه، ونجوم منتخب مصر ونجوم فرق وقدوا واشتغلوا ونجوم عظام جدا، ذنبهم الوحيد ان هم لما لعبوا كوره كانت الامور اقل بكتير، ما كانش فيه خالص زي هذا التوقيت، ويحسب لحضرتك ويحسب لكل الكباتن الكبار اللي بتساهم وتدعم. بس انا عايز اقول اتفضل يا كابتن، من خلال يعني المقابله اتفضل يا كابتن، انك يعني حسي اللعيبه الكبار اللي بسم الله ما شاء الله ربنا كرمهم من اوسع الابواب، انهم يحاولوا بقدر الامكان يحط ايدهم في ايدينا عشان خاطر احنا عندنا طوابير. انا هسيبك توجه، انا هسيب حضرتك توجه لكل نجوم مصر اللي بيلعبوا بره مصر وجوه مصر، واللي ربنا كرمهم من كره القدم يفتكروا الاساطير اللي قد تكون الظروف مش موفقه معاهم. اتفضل يا كابتن. للاسف انا للاسف يعني ودي مخلياني يعني في ساعات كده بقعد لوحدي ان انا ببقى حزين، لان دلوقتي كل الناس اللي انت بتكلمها او ما برجله بيكلمها هم عارفين ان انا هطلب فلوس عشان فلان وفلان وفلان، زي ما قالها نبيل ابو ريده، اول ابو رجله ما يكلمني ادور في جيوبي هو عايز ايه. انا مش عايز حاجه طبعا. انا ماسك حاجه اسمها الحالات الحرجه. الحالات الحرجه دي ازاي؟ واحد توفى
جري بسرعه احجز له واروح ادفع له الفلوس. واحد بعيد عنك عايز يعمل عنده بالزبط. دم ولا عنده عايز صفيحه صفائح دم او عايز غرفه العنايه المركزه، انا بسرعه جدا اروح وادفع حتى لو من عندي وبعدين احاسب. كابتن ابو رجيله ماسك الطوارئ في الـ في الـ في القصه دي. ربنا يوفقك. عندي عربيه اسعاف، انا عندي ربنا يدي لك الصحه وربنا يدي لك طوله العمر وربنا يخليكوا لينا، ودايما بتدونا دروس لا تقدر بمال، حب، العطاء، الايمان، الحمد لله، القدره على العمل الخدمي في هذا السن وفي هذا العطاء، وانتم ايضا محتاجين الرعايه ومحتاجين الاهتمام وبتهتموا بغيركم. فعلا فعلا في قامات كبيره في الكره المصريه. كابتن محمود ابو رجيله بشكرك وان انت موجود معانا النهارده، ورسالتك وصلت لكل نجوم الرياضه المصريه، وان شاء الله جمعيه ان شاء الله هتلاقي دعم كبير في الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا حضرتك. لما بيكون عندنا حاجه كده نفسنا نقعد فيها بكلم سياده اللواء قبيل. فجاه كده اللواء قبيل جاي مع كابتننا الكبير طه، وبعدين مع ريعه الجميل طبعا، وجايين هم الثلاثه مع بعضهم يفرحوا. الحمد لله. احنا يعني الحمد لله رب العالمين، خدنا من مصر كل حاجه بجد. اللي يقول ما خدش من مصر كل حاجه، لا احنا خدنا من وديته مصر. وديته اكتر ما خدكم يعني، ولسه بتدوا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شغلنا في نادينا كبرنا وخلانا نشتغل بره. يعني انا كنت بشتغل ب 800 جنيه في نادي الزمالك ايام ما خدت البطولات دي كلها، لكن لما اروح في حته بره وانا اسمي محمود ابو رجيله مدرب نادي الزمالك الحاصل على كذا، باخد 20 ضعف. لان نادي الزمالك ده انا بيتهيألي انه عمل ليا كيان اكتر ما كنت اتصور. طبعا. وتصبع على الف خير. تصبع على الف خير. وهتواصل هتواصل هتواصل مع حضرتك، وان شاء الله هيكون لنا دور في الـ في الـ في النداء اللي حضرتك قلته، وهنساعد مع حضرتك ان شاء الله من اجل جمعيه قدامى اللاعبين والحالات الحرجه. وربنا يقدركم يا كابتن ان شاء الله. شكرا لحضرتك طبعا. كلام مهم جدا، وما زلتوا عندكم العطاء، والعطاء عندكم ما بيخلص، وما زال عندنا وقت عشان حضرتك تكمل عطائك وكلامك، وكلام ممتع جدا جدا. لكن هستأذنك، هنطلع فاصل، وخلال الفاصل هنشوف لقاء صغير كده عشان ناخد نفسنا مع الكابتن عمرو السولية، ونرجع نتواصل مع التاريخ مع الأساطير والكابتن طه الطوخي. اتمنى للنادي الفجيره طبعا، انا بهنيهم طبعا بمناسبه مرور 50 سنه على انشاء النادي، واتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يحققوا اللي نفسهم فيه ويظهروا بصوره كويسه. طبعا وجود النادي الاهلي في مباراه زي دي، طبعا النادي الاهلي طبعا اكبر نادي في افريقيا، واتمنى يعني هيكون اضافه كويسه، وهيظهر يعني الاحتفال هيظهر بمستوى كويس وشكل كويس ان شاء الله. فيش طبعا يعني انت عارف المصريين كتير في الامارات، وطبعا يعني معظم الناس هناك بيشجعوا النادي الاهلي، حتى الناس المواطنين يعني متابعين النادي الاهلي بصوره كويسه، والدوري اللي هناك يعني دوري كويس، دوري قوي، وفي فرق كويسه ولاعيبه كويسه جدا على مستوى عالي يعني. طبعا يعني انا لعبت مع الشعب 6 شهور، كان النادي يعني له جماهيريه كبيره هناك في الامارات وفي الشارقه، ومستوى اللعيبه هناك مستوى كويس، حتى المحترفين بيجيوا محترفين كويسين على اعلى مستوى، وانا شايف ان الكره الاماراتيه تقدمت الفتره الاخيره يعني. ان انا اشوف مارادونا يعني على الطبيعه، فهلعب قصاده كمدرب، فدي حاجه كبيره طبعا وشرف ليا، وان شاء الله يعني يبقى المباراه تظهر بصوره كويسه ويبقى اداء مشرف ان شاء الله. كان موسم صعب طبعا، كنا محطوطين تحت ضغط كبير ان احنا بنلعب كل 3 ايام مباراه، والمباريات كلها كانت صعبه وكان اجهاد على اللعيبه، بس الحمد لله يعني اللعيبه عملت اللي عليها ونفذت التعليمات بصوره كويسه، اللعيبه كلها شاركت وادت المطلوب منها، والحمد لله ان احنا حققنا بطوله الدوري. ان شاء الله الفتره اللي جايه نركز في كاس مصر وبطوله افريقيا، ان احنا نصعد كاس عالم انديه ان شاء الله. ما فيش والله يعني، انا شايف ان المباريات كلها كانت صعبه، ما كانش في مباراه سهله.
ما فيش مباراة معينة ان انا اقدر افتكرها يعني، بس انا كنت شايف ان المباريات كلها كانت صعبة يعني، ما كانش في ماتش سهل بالنسبة لنا، كان من اول الماتش لاخر الماتش كان الموضوع صعب، اللعيبة كلها يعني الفرقة، اي فرقة بتيجي تلعب النادي الاهلي بتبقى مركزة ويعني بيبقى ماتش خاص بالنسبة لهم، فالحمد لله يعني حققنا المطلوب وحققنا بطولة الدوري، والحمد لله يعني على الفترة اللي فاتت شايف ان انا ظهرت مستوى كويس، وان شاء الله عندي اكتر اقدمه للنادي الاهلي الفترة اللي جاية. طبعا يعني يعني كل مباراة الواحد بيلعبها جوه النادي الاهلي بتزود الواحد خبرات وثقة وبتزود من اداء اللعيب، انا شايف ان ادائي فيه تطور الحمد لله، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه يبقى فيه تطور اكتر والاداء يبقى بسرعه احسن يعني. تشعر ان الناس فهمت طبيعه مركزك في الاهلي شويه يعني الدور اللي بتقوم بيه؟ مش قوي يعني، انا شايف الناس الفتره الاخيره يعني بدات تعرف يعني الدور اللي انا بقوم بيه في مركزي، انا يعني بنفذ تعليمات المدرب سواء ان انا اكون موجود بدافع او ان انا بزود في الحته الهجوميه، بنفذ المطلوب مني وبساعد فريقي ان احنا نحقق المكسب الحمد لله يعني. لعبت مع عاشور يعني ماتشات كتيره وبقى في انسجام بيني وبينه، بقينا فاهمين بعض، ولعبت برضو مع كابتن حسام غالي فتره كويسه وعملنا ماتشات كويسه، فالحمد لله يعني اللعيبه كلها في المركز ده يعني قريبين من بعض ومتفاهمين، اي اتنين بيلعبوا بيأدوا بصورة كويسة وبيظهروا بشكل كويس. انت شايف الناس كلها يعني مبسوطة طبعا ان احنا خدنا بطولة الدوري، والناس كلها بتطلب من الواحد يعني الفترة اللي جاية بطولة كاس مصر واهم حاجة طبعا بطولة افريقيا، اتمنى ان شاء الله الفترة الجاية نقدر نحقق ده. اكيد مجموعة قوية طبعا يعني الترجي فرقة كبيرة والمواجهات بيننا وبينهم بتبقى قوية وليها طابع خاص، انا شايف يعني الفرق التانية يعني فرق افريقيا وكده ما نستهونش بيهم يعني، السنه اللي فاتت برضو كان فريق زناك وما كانش حد يعرف عنها حاجه وكانت متصدره لفتره كبيره يعني في المجموعه، اتمنى يعني ان شاء الله يعني ان احنا نقدر نحقق المطلوب ونصعد ونكمل في بطوله افريقيا بشكل كويس ان شاء الله. لا طبعا اتمنى لهم التوفيق طبعا في المباريات الوديه القادمه طبعا وفي كاس العالم، ان شاء الله يظهروا بصوره كويسه ويفرحوا الشعب المصري طبعا. الجمهور الاهلي طبعا ان شاء الله يعني ببارك لهم على بطوله الدوري وان شاء الله بطوله كاس مصر وبطوله افريقيا طبعا الغايب عن النادي، وجودهم معانا الفتره اللي جايه هيفرق معانا كتير، وان شاء الله يعني نوصل لحلم بطوله افريقيا ان شاء الله. اهلا بكم من جديد بعد تقرير مميز لعمرو السوليه، لسه مكملين مع الاسطوره، لسه مكملين مع التاريخ، لسه في كواليس هتسمعوها لاول مره. بجد الترحيب بكابتننا الكبير شيخ مدربين مصر والوطن العربي كابتن طه الطوخي. اهلا بك كابتن هاب. يعني طبعا بعد ما اتكلمنا في دوره طوكيو وتاريخ كبير بقى في التدريب والعطاء في الخليج، لكن في جزء قبل ما اروح للجزء ده وبعد حرب 67 والإيقاف، أيوة. كان برضو ليك دور كبير جدا مع فرقة النادي الأهلي في جولة خارجية، وكان برضو موجود لسه الكابتن صالح حسين. بالضبط كده، هو أول ما طبعا الكرة توقفت طبعا يعني مش عاوز أقول حرب ولا نكسة، هي خيانة حصلت، واللي حصل يعني في صحراء سيناء الوقتها يعني. المهم ربنا وفاني كده مع مجلس إدارة النادي في الوقت ده، طبعا سيادة الفريق مرتجي بقى ترك النادي عشان موضوع الحرب يعني، كان بقى حرب اللي هي مع اسرائيل يعني، وجي لمحافظ القاهره في الوقت ده الكابتن، انا بقول كابتن انه كان رياضي كبير يعني، صلاح بيه الدسوقي ومع حسين بيه منتصر من اعظم لاعبي كره السله في العالم كمان مش في مصر، تمام، كمجالس اداره النادي الاهلي في الوقت ده يعني. فقررنا انا بقى عملت حاجه، عملت دوره داخليه داخل النادي بين ست فرق تقريبا، كل فريق باسم نجم من النجوم الكبار يعني. فريق الكابتن مختار التتش، كابتن صالح سليم، كابتن طه اسماعيل، كابتن رفعت الفناجيلي، كابتن عادل هيكل، كابتن الشربيني، والفريق مكون من 11 لاعب طبعا من الفريق الاول والشباب والناشئين يعني. برضو حتى الدوره دي اكتشفنا فيها لاعبين وسافروا معانا بعد كده مع الفريق الاول، زي مثلا الكابتن ابراهيم عبد الصمد، وكابتن انور سلامه، الكابتن حسن حمدي كان لسه صغير ويمكن اول مدرب يختاره مع الفريق الاول،
كان العبد لله طه الطوخي في رحلة يعني كنا رايحين الكويت. كل ده ما فيش دوري طبعا في الوقت ده، لا فريق أول ولا ناشئين ولا شباب. الدورة دي الحقيقة عملت يعني جمهور كان بيجي يملى استاد النادي الأهلي. التذكرة كانت بخمس صاغ يعني يجيبوا 500 جنيه في 500 جنيه وقتها لك الرقم يعني كبير. مبلغ كبير طبعا. يعني ففي الوقت ده جات لنا دعوة من لبنان يعني أول فريق بقى يسافر في الظروف اللي حصلت دي بعد الحرب والأمور لبنان. وبرضو أنا بقى كونت الفريق وبرضو بخالة الكابتن صالح سليم وكل نجوم بقى الفريق الأول في الوقت ده ما عدا بعض اللاعبين اللي كانوا منتمين للقوات المسلحة لأن كان صعب طبعاً الظروف طبعاً الظروف اللي كانت حصلت يعني. فيعني كان الكابتن مروان كنفاني ومعاه حسن جعفر يعني هو حظه حلو. حسن جعفر كان حارس مرمى صغير ودايما يحكي يقول انا سافرت مع الكابتن صالح سليم موجود في الامارات ربنا يديله أيوة ربنا يديله الصحه ودايما بنلتقي بالكابتن طبعًا. حسن جعفر طبعا كابتننا الكبير في الامارات طبعا كل ما يشوفني يقول لي يعني انت خليتني اسافر مع كابتننا الكبير كابتن صالح. والمهم عملنا مباريات هناك الحقيقه كلها برضو فوز يعني اربع او خمس مباريات انديه وبعدين في الاخر منتخب لبنان كسبناه كان اخر مباراه كانت 4-0 كمان رغم يعني توقف النشاط بالظبط كده. ورجعنا ويمكن في حصل بيني وبين الكابتن صالح يعني كلام يعني اقتنع به ان هو قرر بعد العوده بقى للقاهره مش هيلعب كره ثاني وكان عنده رغبه وكان بيتمرن كويس جدا جدا. انت كنت عايز تحافظ على يعني شكله بالظبط وهو بيعتزل انه يعتزل وهو في قمه مجده وده اللي حصل يعني هو خد القرار ده فعلا. قلت له ايه يا كابتن؟ والله قلت له يا كابتن صالح طبعا انا متاكد ان الدوري مش هيبدا الا بعد سنتين يمكن في الظروف اللي احنا فيها دي ممكن سنتين ممكن يكون ثلاثه. فيا ريت يا كابتن يعني الماتشات اللي لعبناها دي ولعب وبقول لحضرتك اكنه شاب صغير كان فايق جدا. ايوه قال لك ايه بقى يعني خد النصيحه ساعتها ازاي؟ يعني تقبلها تقبلها وقال لي انا فعلا يعني ان شاء الله اول ما ارجع مصر يعني يعتبر اعتزال بالنسبه لي كلاعب كره قدم. كانت دي رحلته الاخيره بالظبط تحت قيادتك في هذه المباريات. انبسط من حاجه يا كابتن ايهاب هقولها بسرعه. اتفضل يا كابتن. احنا لما وصلنا لبنان كان يوم 31 ديسمبر 67 يعني ليله راس السنه وكان تاني يوم الصبح عيد الفطر المبارك يعني كان اخر يوم في رمضان وتاني يوم طبعا لبنان او بيروت باريس طبعا يعني كان وضع. انا بقيت اقول للاعيبه طب هيعملوا ايه؟ فعملنا اجتماع كان معانا رئيس البعثه المهندس حسن رشدي كان عضو مجلس اداره النادي الاهلي وما كانش فيه ولا اداري ولا كنت انا لوحدي يعني كمسؤول. حتى بطلب من الكابتن صالح بقول له يعني كلمه لل ككابتن الفريق قال لي لا انا زي اللعيبه مش فانا قلت حاجه الحقيقه ما اعرفش جات ازاي دي. قلت لهم كل سنه وانتم طيبين بكره العيد ان شاء الله احنا جايين نمثل مصر والنادي الاهلي بعد اللي حصل ان الكره توقفت يعني. فالنهارده اللي عاوز يعني يبات بره الفندق مسموح تمام. طبعا الكابتن صالح وشه احمر انا واخد بالي هو جنبي طبعا لان هو عاوز العكس ممنوع الخروج لان بقول لحضرتك بره انت واثق في لعيبتك واثق في لعيبه النادي الاهلي وده اللي حصل. بس انا في حاجه بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى قلت لهم يا جماعه دلوقتي احنا 22 لعيب وانا لوحدي فانا هعمل خمس مجموعات بحيث كل مجموعه يعني خمسه لعيبه ورئيس المجموعه ده هو اللي مسؤول عن كل شيء بالنسبه للعيبه اللي معاه. واخترت اللعيبه اللي هم ايه الكبار بقى. حتى بقول للكابتن صالح يعني مجموعه قال لي لا انا مع اي مجموعه يعني برضو دي مزبوط. مش عاوز يبقى رئيس مجموعه يعني تمام. المهم الكلام اللي انا قلته تنفيذ الكلام بقى المواعيد بقى بتاعه الفطار الصبح الغداء التمارين لو انا نزلنا المطعم يعني الفطار وفي لعيب اتاخر ما يحاولش يدخل بعديه يعني انا اخر انضباط طبعا الصبح لقيت اللعيبه كلها واول واحد الكابتن صالح سليم في الميعاد بالظبط. وبرده بسرعه كده الكابتن فؤاد ابو غيده كان عصبي شويه لقيته جاي كده السلام عليكم. عليكم السلام. قال لي انا والدي اللي خلفني ما خلينيش انام ليله راس السنه الساعه 10:30 بالليل
فقلت له طب ما انا قلت اللي عاوز يبات، قال لي ما انت ضحكت علينا وراح حاضني وبسني. وعدت، والكابتن صالح انبسط جدا جدا من فكره المجموعات دي. طبعا بقى كل رئيس مجموعه، انا قلت للرئيس البعثه يعني مسؤول عن البوكيت ماني حتى، يعني لو لعيب غلط. الحمد لله. كان كم بوكيت ماني ساعتها؟ خمسة دولار كده. خمسة دولار يعني حاجة طبعا كانت دولار ساعتها يعني. أيوة بس كانت حاجة يعني. بعد الحرب بقى والنادي الأهلي برضو وإحنا مسافرين إدوا كل لاعب يعني حوالي 20 جنيه باين، فيعتبر مبلغ كبير. وأول حاجة في بداية ما النادي الأهلي، يمكن حضرتك ما سألتنيش، أنا هقولها الصراحة يعني. قعدت حوالي 3 شهور كده، فلقيت الأستاذ محمد عبد الصالح بيقول لي يا طه انت رحت للحاج حلمي. الحاج حلمي ده كان المسؤول عن النواحي الماليه كلها في النادي الاهلي. تمام. في مكتب صغير كده، تعرف حضرتك بقى لفيه المدير المالي. المدير المالي. تمام. هو ابنه دلوقتي اللي هو المدير المالي بتاع النادي. تمام. الاستاذ عماد حلمي يعني. فقلت له لا يا استاذ محمد اروح له ليه؟ قال لي انت ليك في مكافاه شهريه كده. قلت له لا انا فرحان ان بدرب النادي الاهلي. والدي لكن برضه لازم تاخد حقك. قال لي كده والله. فكان في الشهر 6 جنيه. 6 جنيه ده كان مبلغ طبعا. انا بقولها بس عشان الناس تعرف يعني ان ما كانش الهدف الفلوس في طبعًا. الاول المهم بقى في رحله لبنان دي رجعنا، جانا على طول عرض بقى ودعوه من الكويت. برضو سافرنا الكويت، الكابتن صالح بقى فعلا خد كلامي واعتذر وما سافرش معانا، قبل النصيحه بالظبط كده. تمام. كان بقى الكابتن رفعت الفناجيلي والمجموعه كلها برضو، وطبعا الكابتن ابراهيم عبد الصمد ليه موقف برضه عشان هو من رموز النادي الاهلي طبعا يعني. طبعا لعبنا مباراتين في الكويت، جات لنا دعوه من قطر. تمام. عشان نلاعب منتخب قطر. فالاستاذ امين شعير كان رئيس البعثة، قلت له طبعا نروح. فروحنا قطر، وفي بدايه المباراه كابتن فؤاد ابو غيده يعني حصل اصابه، وبيلعب ستوبر طبعا مدافع. طبعا. وكان الكابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه يا رب كان موجود في ظروف معينه كده. المهم قلت للكابتن ابراهيم عبد الصمد بقول له قوم يا ابراهيم سخن، قال انا يا كابتن انت وش احمر. لانه هو فاكر ان هلاعبه ستوبر يعني. ومش مصدق انه هيلعب مع الكابتن رفعت الفناجيل وطارق سليم والمجموعه الكبيره يعني. المهم استعد فعلا، قلت له هتلعب وينج رايت يعني الجناح ايمن اللي هو مكانه يعني. مزبوط. ورجعت محمدين جنب سعيد ابو النور. كسبنا يوميها الماتش ده 6-1 يعني نتيجة كبيرة طبعا. ويمكن الكابتن ابراهيم عبد الصمد هو في اي لقاء لازم يحكي طبعا البداية دي سريعا. عايز اخد الجزء بقى بتاع الخليج. أيوة. بتاع حضرتك الوقت طبعا بيعدي بسرعة، لكن طبعا بنستمتع، ولكن نجاحك في الخليج كمدرب بعد النجاح مع النادي الاهلي في الفترة دي برضو كان السبب الرئيسي برضو الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش. كان في الوقت طالع بعثة طبعا في الكويت. انا فوجئت، كان زمان جوابات بقى فيه فيش لا موبايل وتليفون البيت حتى ما يعني ما كانش في اتصال. بعت لي جواب قال لي يا طه انا رشحتك لنادي النصر الكويتي مدرب للفريق الاول يعني. تمام. كان رئيس النادي الدكتور ابراهيم الوكيل ربنا يرحمه رب. رئيس النادي الاهلي طبعا. تمام. فقلت له قال لي لا يا طه انت احنا فيش دوري وربنا يوفقك. كنت صغير بقى في السن ولسه يعني في دور خطوبه كده يعني المدام الله يرحمها يعني طبعا. كان المهم سافرت الكويت كان سنة 68 بقى اغسطس 68. برضو رحلة بقى يعني مرت بقى يعني سبحان الله تاني سنة على طول اختاروني مدرب لمنتخب الكويت في مباراة دولية ودية قبل دورة الخليج على طول. في صور يعني. معانا طبعا دي بقى مع ده طبعا الملك سلمان كان وقتها امير منطقة الرياض. دي لما كان مع نادي الهلال وخدنا الكاس ده، خدناه 3 مرات متتالية. تمام. هي بطولة مجلس التعاون الخليجي للناشئين. فرحنا للأمير سلمان اللي هو الملك حالي طبعا. تمام. يعني كان اللي واقف في النص ماسك الورد ده وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، واللي على يمينه أخوه الدكتور عواد العواد تركي العواد كان حارس المرمى، وفهد الغشياني اللي على يمينه على طول لعب كأس العالم 94 وسجل هدف طبعا في بلجيكا من الأهداف يعني. الثلاث لعيبة دول من نادي الهلال. وحضرتك دربت المنتخب الكويتي. الكويتي بقى قبل طبعا نادي قبل الهلال. طبعا ده. ولعبت بقى معاهم واول بطوله خليجي بالظبط كده سنه 1970 1970 مارس 1970 برضو قرار مجلس اداره بالاجماع ان انا اكون مدرب منتخب الكويت، بالرغم ان كان في مدربين
أجانب في الوقت ده في الأندية طبعا. تمام. بس اختارونا أنا وبتوفيق ربنا كسبنا هذه البطولة، ودي كانت أول كاس رسمية تدخل الكويت. وعندهم طبعا زي ما سيادتك عارف كل دول الخليج عندهم دورة الخليج دي. لا ده كاس عالم، كاس عالم والله، نفس الكلمة قالوها طبعا. لا ده لغاية دلوقتي كاس عالم، دلوقتي طبعا كاس العالم المصغرة سموها طبعا. وفي بعض الإخوة بدون ذكر أسماء فترة من الفترات كانوا عايزين يلغوها يعني. قالوا احنا طبعا الكويت وصلت كاس عالم 82 في إسبانيا. السعودية وصلت أربع دورات متتالية. الإمارات وصلت إيطاليا سنة 90 لما مصر يعني اشتغل. المهم طبعا كل الأمراء ورؤساء رفضوا، قالوا دورة الخليج لازم تقام كل في ميعادها يعني. بعد منتخب الكويت حضرتك دربت ايه بعد بقى ما جبنا كاس الخليج؟ انا بقى استمريت في نادي النصر، لان نادي النصر رفضوا ان انا استمر بقى في المنتخب. وجي مستر بروشيتش بعد عمر طويل بقى بعد النادي الاهلي، لف وجالك تاني. كنت السبب يعني، كنت سبب، ربنا جعلني سبب، وهو لن ينسى الموقف ده. لان هو لما جه النادي الاهلي سنه 63 ترك الكويت بدون ما يقول لهم الحقيقه يعني. فانا كلامي مع رئيس الاتحاد وقلت له ده استاذي. المهم جه للكويت مدرب المنتخب دورتين متتاليتين وكسبوا البطوله برضه اللي هي دوره الخليج. تمام. انا بقى سنه 73 قررت، كان بقى عندي يعني شريف وعمر كانوا صغيرين. والمدام الله يرحمها يعني قررنا احنا نرجع مصر عشان الاولاد دول يدخلوا بقى ايه المدارس في مصر يعني. طبعا. فوجئت برئيس نادي الهلال السعودي الامير عبد الله بن ناصر بن عبد العزيز الله يرحمه. جه مصر وعرف انا فين عن طريق برضه اخ سعودي كان مسؤول في السفاره، وجاي لك مخصوص عشان تتولى مهمه اخرى يعني. جه ويعني اكن عائله، بقينا عائله من اول لقاء يعني. وراح معاه السفاره السعوديه وكان ليها موقف عشان التاشيره. وسافرت معاه طبعا مدرب للفريق الاول نادي الهلال السعودي موسمين 73 ل 75. تمام. في 75 جالي كان الشيخ طه بقى كابتن طه اسماعيل مدرب نادي اهلي جده. وانا الهلال السعودي. تمام. فجالنا جوابين من كليه التربيه الرياضيه ان اخر فرصه لينا عشان الماجستير لازم ترجعوا السنه دي. رجعت. انا طبعا يعني الامير عبد الله ما رجعنيش يعني، بقى ارجع احضر محاضره يوم الخميس وارجع بالطياره بالليل لغايه ما خلصت الموسم يعني. تمام. ورجعت مصر. ويا شاء السميع الحمد لله اول موسم دوري ممتاز في المملكه العربيه السعوديه نادي الهلال فاز بيه السنه اللي انا ما مشيت بقى. جه مدرب انجليزي والحمد لله كمل على شغل حضرتك. كتبوا بقى الصحافه والامير عبد الله كل الناس يعني طبعا. قالوا الفريق طه الطوخي يعني سنتين او موسمين يعني الحمد لله في تاريخي ما زال. ولا مساتك بعد كده في الكره الاماراتيه ايوه بسرعه بقى بعد بعد السعوديه بقى ما رجعت نادي الجزيره، نادي الجزيره ابو ظبي طبعا الفريق الاول موسمين. بعد كده نادي اهلي دبي عشان الفريق الناشئين يعني. تمام. يعني رجعت بقى تاني للناشئين. وبرضو كان في قرار ان انا ارجع مصر بقى. كان شريف وعمر برضو ابتدوا في المرحله الابتدائيه، فجي برضو نادي الهلال بقى قرروا يعملوا مدرسه الهلال لكره اسمها كده مدرسه الهلال لكره القدم. كان مستر بروشيتش لف وجه نادي الهلال. اول قرار لي قال لو طه الطوخي ما جاش معايا السنه دي انا مش هشتغل في نادي الهلال. وطبعا الحمد لله بسرعه. الحمد لله وتاريخ لله. كبير الحمد لله. وواحده من افضل حلقاتي الاعلاميه الله يخليك ان موجود مع قيمه وقامه كبيره زي حضرتك. اخيرا التكريم ده، هذا التكريم ماذا يعني لشيخ مدربين العرب ومصر كابتن طه الطوخي؟ انا مهما اتكلمت لن اوفي يعني الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي عن هذا التكريم اللي جه في توقيت يعني كان الواحد منتظره الصراحه من مده طبعا. وبعدين العمر جري يعني طبعا السن يعني الحمد لله. وبرضه يعني تكريمنا واحنا على قيد الحياه بيبقى ليه وضع تاني طبعا، وده البدايه للاهلي هيبداها وهيكملها مع كل الاجيال باذن الله. وطبعا اكتر ناس فرحوا طبعا حبايبي كلهم حتى في الدول الخليجيه شافوا التكريم. وعندي طبعا التكريم طبعا على الحمد لله قدام. الحمد لله يعني ظهر وشافوه في السعوديه وفي الكويت والامارات وجات لي رسائل كثيره جدا. واولادي بقى والاحفاد طبعا فرحوا فرحه، وخاصه
حضرتك عارف طبعا وكل الناس عارفين ان شريف وعمر طبعا يعني بالنسبه للنادي الاهلي او النادي الاهلي بالنسبه لهم ده حاجه تانية خالص. ويمكن عمرو هو دكتور في امريكا دلوقتي تمام. كان مره حضر اختبارات النادي الاهلي في سنه من السنين لما كنا كنت في نادي الهلال يعني تمام. وطبعا زعل جدا الكابتن مصطفى حسين ابو الاشبال شافه يعني في اختبار انا ما رحتش معاه قال له انت اسمك ايه؟ قال له عمرو طه الطوخ. قال له اسمه ايه ابوك؟ قال له طه الطوخ. قال له بيشتغل ايه؟ قال له عاوز يتاكد ان انا يعني قال له المهم كلمني بالليل وقال لي عمرو ده ممكن يبقى لعيب. قلت له ده هو في السنه يعني السنه الجايه الثانويه العامه وعاوز يدخل كليه الطب واحنا في السعوديه هناك ما فيش يعني غير سعوديين يعني يشتركوا. فقال لي لا ده لعيب كويس. عمرو ما زال لغايه دلوقتي يقول يا ريتني كنت لعبت كوره وما دخلتش كليه الطب. بيضحك طبعا يعني. فالحمد لله الحمد أنا لله فخور الله يخليك اللي انا موجود يعني في واحده من افضل حلقاتي الاعلاميه. ربنا يوفقك واحده في حلقه مش هنساها ابدا ابدا ابدا. وبشكرك انك لبيت دعوتنا قناه النادي الاهلي. وانا بشكر الاستاذ ايمن بدره والاستاذ محمد القوسي وكل زمايلنا اللي اتكلموا على الحلقه دي ولما اسندوا لي مهمتها. انا كنت غايه في السعاده والفرح لان انا مدرك تماما بتاريخ وقيمه النادي الاهلي والاساطير. ونفسي بقى ادخل التاريخ واجي اختم وانا قاعد جنب حضرتك كده واختم واشكر حضرتك اللي انت جيت ونورتني. وانا عايز اختم كده جنب القامه الكبيره كابتن طه الطوخي. هذه القيمه الكبيره وهذا الرمز الكبير وهذا العطاء. وشفنا قد ايه كابتن طه اسماعيل بيتكلم على هذا التاريخ وهذه القيمه وما اعطاه للنادي الاهلي. واحد شيخ مدربين افريقيا والعرب ومصر كابتن طه الطوخي اللي اعطى للنادي الاهلي وساب بصمه كبيره جدا وكان الرائد في التدريب في مدارس الخليج وكان صاحب اول كاس للخليج لدوله الكويت سنه 1970 وكان رائد نهضه التدريب في السعوديه ونادي الهلال. هذه القيمه الكبيره الاهلاويه المشرفه المصريه اللي احنا بنفتخر كلنا اللي موجودين بيها وبنعتذر اللي احنا قصرنا وتاخرنا في هذا اللقاء. لكن صدقوني انا حاسس بعظمه وانا قاعد هنا. انا حاسس بتاريخ. انا اتمنى ان كل الانديه وبتمنى ان النادي الاهلي يكمل عطائه في تكريم هؤلاء النجوم والرموز. ربما تاخرنا كتير في حاجات كتير جدا لكن مش مهم. المهم نبدا. وانا انا 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 بشكرك وعايز اقبل راسك. تسلم حبيبي. واقول لك ان انا سعيد وفخور اللي موجود معاك. هي دي الرموز. الحمد لله. وكلمه اخيره توجهها لجمهور النادي الاهلي ومحبيك في كل الوطن العربي. والله مهما قلت لن اوافيكم حقوقكم. وباذن الله دايما النادي الاهلي كده يسعد الجميع يا رب. وانا طبعا لي علاقه كبيره جدا جدا بكلمه الجماهير دي يعني وخاصه جمهور النادي الاهلي. في بدايه عملي لن انسى موقفه معايا. وباذن الله تعالى النادي الاهلي دايما سواء فريق كره القدم او جميع الفرق بتسعد الجماهير اللي بتحب النادي الاهلي. وانا برضو بشكر اداره القناه كل من يعمل في القناه. وهذه الحلقه بالنسبه لي انا بعتبرها تاريخيه طبعا. وبحمد ربنا ان انا ما زلت على قيد الحياه وعملت هذه الحلقه. واتمنى بعد كده يعني انا مستعد ما اروحش اي قناه ثانيه بعد هذه الحلقه. واشكرك جدا استاذ ايهاب. اشكرك كابتن. والحمد لله. أشكرك. وان شاء الله بالتوفيق دايما باذن الله تعالى. الشكر ليكم جماهير النادي الاهلي اللي صنعت البطولات والاساطير. الشكر لمجالس اداره النادي الاهلي. الشكر لاساطير النادي الاهلي. الشكر للوجو النادي الاهلي اللي محلق ومعاه كل الاساطير في حلقه تاريخيه مش هنساها ومش هتنسوها مع عميد وشيخ مدربين الوطن العربي ومصر وافريقيا كابتن طه الطوخي. وقت مهم جدا وفي منتهى السعاده نشكركم. والتاريخ ما بينتهيش واجيال بتسلم اجيال في النادي الاهلي.